دلوقتي احنا بإذن الله هنبدأ في أول فيديو عندنا خالص فعل المغناطيسية، والمفروض إن الفرع ده نوعا ما هيكون سهل، هيتلم في 4 فيديوهات بس، عشان نوعا ما مفيهوش حاجة جديدة غير بس بعض القوانين والأبليكيشنز الجديدة شوية، لكن نفس منهجية وطريقة التفكير بتاعة الفيديوهات اللي فاتت يعني، ولكن على سكوب أو على منظور أسهل يعني. وطبعا يعني احنا عارفين ان اصلا اي حاجة في المنهج عندنا في الفيلد عامة معتمد على الكلام اللي موجود في الفيديو الاول بتاع الاحداثيات والعمليات الاساسية اللي عليها والكلام ده، فيستحسن اتليست انك انت تفتح الدرايف وتراجع على الكلام ده كله من اي مصدر تاني، سواء مثلا ملازم او ايا كان يعني، لو انت ما عندكش وقت يعني تتفرج على فيديو 3 ساعات او ساعتين عن الموضوع ده. وطبعا احنا عارفين ان احنا ابتداء يعني من السنة دي اي حاجة بنقولها في الفيديو بتكون موجودة في الديسكريبشن يعني، عشان انت لو عايز ترجع لها في اي وقت تاني. دلوقتي وانا في ساعات انا عندي بلين عادي جدا، وفي تو فيكتورز بالشكل ده، ار واحد واس واحد. احنا زي ما قلنا اي فيكتور يعني متعارفين من زمان يعني ان هو بيكون ليه حاجتين، ليه مقدار وليه اتجاه، بيكون ليه طول معين وبيكون ليه اورينتيشن او اتجاه معين بيوضح هو موجود بالظبط بأنهي شكل يعني في الفراغ، او متوجه ناحية انهي جهة يعني في الفراغ. فهنفترض ساعتها ان الفيكتور ار واحد ده ليه مركبات في اتجاه الاي اكس والاي واي والاي زد، وزي ما قلنا دول بيبقوا ساعتها الكومبوننتس او مركبات بتوعة الاحداثيات الكارتيزيان، لكن في السفيريكال وفي الكورد وفي السلندريكال في حاجات تانية يعني، مثلا لان ان في رو وفاي وزد مثلا في الاسطوانية، وهلاقي في ار وثيتا وفاي في الكروية. ولكن بشرى سارة في الفرع بتاع المغناطيسية ده احنا هنتعامل مع الكارتيزيان والسلندريكال بس تقريبا، لكن السفيريكال وكده مش هنتعامل معاها تقريبا قوي خالص يعني، او ممكن مثلا لو احتكينا بيها هيكون مثلا حوالي 1% من المنهج كله يعني، فهيكون نوعا ما الموضوع بإذن الله يعني سهل شوية في الفرع يعني بتاع الماجنتيك عامة. دلوقتي انا عايز بقى المقدار بتاع الفيكتور اللي هو كنت بمثله ان هو الطول يعني بتاع الفيكتور، فاحنا كنا عارفين ازاي بنجيبه عادي جدا. طب لو عايز اجيب بقى اليونت فيكتور او اجيب الاتجاه بتاعه، برضو كنا عارفين من اول فيديو خالص ان هو ساعتها بيساوي لي الفيكتور مقسوم على النورم او المقدار بتاعه. والفيكتور S1 برضو هيكون ليه 3 مركبات بالشكل ده. ممكن مثلا اقول ان الواي والزد بيتلاشوا يعني، ساعتها مثلا ممكن اقول ان هو ليه في الاكس بس والواي بس او زد بس، لكن احنا عايزين الحاله عامه ان ليه 3 مركبات غير صفريين في ال في الفيكتورز يعني عامه. نيجي بقى للكروس برودكت عشان هو اصلا يعتبر عمده الفرع عندنا بتاع دكتور عادل. دلوقتي لو جالك واحد وقال لك اعتبر دلوقتي ان المفروض التو فيكتورز دول هو الار والاس الاثنين موجودين على نفس البلين، يعني مثلا جالك واحد وقال لك دلوقتي ونفترض مثلا ان ده البلين اللي جمع لي التو فيكتورز مع بعض مثلا يعني، وقال لك انا عايز بقى اجيب فيكتور يكون عمودي على البلين ده، بحيث يكون عمودي على الفيكتور الاول وعمودي على الفيكتور الثاني برضه. فساعتها قال لك المفروض ان هو عشان يبقى عمودي عليه لو اشتغل يعني بالهندسه والكلام المنتال ده، هلاقي ساعتها ان هو هيكون بالبداهه حاجه مثلا بالشكل ده. طيب ولكن ده زي ما قلنا بالحاجات المنتال كده يعني، احنا عارفينها بالايه بالسنس، لكن احنا بقى عايزين نعرفها بالمعادلات عشان برضه هتساعدنا جدا ان شاء الله في المسائل يعني عندنا بعد شويه. فببساطه دلوقتي انا عايز اجيب فيكتور يكون كمقدار بيساوي حاصل ضرب المقدارين في بعض، يعني كاني جبت مقدار الار ومقدار الاس وضربتهم في بعض فادوني مقدار فيكتور، يبقى ده المقدار بتاع المحصله. بس عايز اجيب الاتجاه عمودي على التو فيكتورز مع بعض، بطريقة اخرى عمودي على البلين بتاعهم هما الاتنين مع بعض. فببساطة هما قالوا لك انك انت عشان تعمل الكلام ده كله بتقول ان ار كروس اس بيساوي لك، بتفتح محدد بالشكل ده فوق خالص بتحط الاحداثيات بتاعتك اللي هي مثلا تكون عشان كارتيزيان اي اكس واي 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 مثلا زد، وبعد كده بتحط مركبات الفيكتور الاولاني اللي انت بادئ بيه، وبعد كده الفيكتور التاني، وبعدها تفك المحدد ده عادي جدا. وكنا حلينا مسألة رقمية على الكلام ده في الفيديو الأول، لو انت رجعت له وفتحت الديسكريبشن بتاعه تلاقي المسألة دي يعني لو انت عايز حاجة فعلا قدامك بالأرقام
ولو انت مش فاكر ازاي تفك المحدد والكلام ده يعني، بس عشان ما نضيعش وقت الفيديو ده في حاجات اصلا مشروحة في الفيديو الاول. طيب، فالخلاصة انت لما بتفك المحدد ده بيطلع لك فيكتور معين، سي مثلا هيكون اسمه تي. الفيكتور بقى الناتج عن الكروس برودكت زي ما قلنا بيكون فيه خاصيتين مهمتين. اول حاجة مقداره بيساوي حاصل ضرب مقادير التو فيكتورز اللي اتضربوا مع بعض، وتاني حاجة اتجاهه بيكون عمودي على الاثنين مع بعض، عشان اي فيكتور بيهمني فيه المقدار والاتجاه. يبقى دلوقتي الكروس برودكت بتاع التو فيكتورز بيديني المفروض فيكتور بحيث ان مقداره زي ما قلنا حاصل ضرب المقدارين بتوع التو فيكتورز اللي ضربتهم يعني في بعض، والاتجاه بتاعه بيكون عمودي على التو فيكتورز بالشكل ده. لكن الدوت برودكت كان بيديني قيمة سكيلر اصلا ملهاش اي اتجاهات، فخلي بالك كويس جدا من الفرق ما بين الكروس برودكت وما بين الدوت برودكت. تاني بقى ملحوظة ودي مهمة جدا جدا، الترتيب مهم في الكروس برودكت، يعني لازم تعرف انت بادئ من انهي فيكتور ورايح ناحية انهي فيكتور، علشان الاتجاه بيفرق معاك في الإشارة. يعني دلوقتي لو خدت كيس 1 هلاقي ساعتها ان انا بادئ بالاس ورايح ناحية الار، فكأني بلف كده مثلا، فهيديني فيكتور بالشكل ده في الاتجاه ده يعني. ولكن في الكيس التانية لما بقول ار 1 مضروبة في اس 1، نغير بس اللون كده عشان محدش يتلخبط. الكيس التانية لما بقول ان ار 1 مضروبة في اس 1، يعني ساعتها كأني ماشي كده، وساعتها هيكون المفروض المحصلة بتاعتي هتبقى متشفتة 180 درجة، يعني كأنها نازلة تحت كده. فخلي بالك كويس جدا، انا ايام الدوت برودكت كانت الدنيا معايا ماشية بزراميط، اللي هو ساعتها اضرب الفيكتور الاولاني في التاني او التاني في الاول ما بيفرقش، عشان انت كنت بتجيب قيمة سكيلر اصلا ملهاش اي 30 لازمة كفيكتور، عشان هي اصلا مش فيكتور. ولكن دلوقتي انت بتضرب فيكتورز ببعض، فخلي بالك كويس جدا الله يكرمك من الموضوع بتاع الاتجاهات ده. هنعرف ان شاء الله واحنا ماشيين في المسائل بتاعتنا ازاي احدد الاتجاه والكلام ده كله، ولكن احنا بس عايزين من النقطة دي يعني نبقى فعلا مقتنعين ان اي تو فيكتورز مضروبين في بعض ككروس برودكت لازم اخلي بالي من الاتجاه كبداية وكنهاية، وساعتها لان اختلاف ما بين الاتجاهات بيفرق معايا في اشارة سالب. طيب دي حاجة. في بقى حاجة تانية هتساعدنا برضو ان شاء الله. دلوقتي بقى ساعتها ولنفترض ان جالك واحد وقال لك ان هو عنده يونت فيكتور اسمها a of x ويونت فيكتور اسمها a y، وهو عايز يجيب لهم الكروس برودكت بتاعهم. زي ما قلنا انت لازم لما يطلع لك كروس برودكت كفيكتور يكون عمودي على البلين بتاع التو فيكتورز التانيين، يعني اما في اتجاه الزد كموجب او كسالب. طيب لو قلت بقى ساعتها ان انا عايز ابدا مثلا ب ax، يعني ساعتها كاني مشيت في الاتجاه ده، يعني a x مضروبه ككروس يعني في AY، أكيد هيديني حاجة AZ. عشان بقى أعرف هي موجبة ولا سالبة بستخدم قاعدة حلوة جدا، تعاون دياجرام بالشكل ده بحط فيه إحداثيات الكارتيزية بالشكل ده، وكلهم يكونوا بيلفوا حوالين بعض في اتجاه عكس عقارب الساعة. طيب دلوقتي بقى عايز أضرب A of X أو AX في AY، يبقى ساعتها أنا بادئ من هنا وهضربها في AY، فكان ساعتها عايز اروح من AX ل AY، فساعتها كأني مشيت في الاتجاه ده. هل الاتجاه ده فعلا موافق للعرف بتاع عكس عقارب الساعة؟ أيوة، دلوقتي مثلا أنا لازم أمشي يعني من A of X ل AY بالشكل ده، لما بمشي كده بيكون برضو ماشي مع السهم بتاع عكس عقارب الساعة، فساعتها يديني أكيد طبعا الفيكتور التالت وبإشارة موجبة عشان ساعتها ما خلفش السهم بتاع عكس عقارب الساعة، ساعتها يديني موجب عادي اي زد بالشكل ده. فساعتها المفروض اي اكس مضروبة في اي واي هيديني فيكتور تالت اسمه اي زد، بحيث يكون موجود كده. يبقى قاعدة عامة دلوقتي عشان اعمل اي حاجة وما تلخبطش، برسم دايجرام عبيط جدا عبارة عن الاحداثيات التلاتة بالشكل ده وبيلف حوالين بعض في اتجاه كاونتر كلوك وايز او عكس عقارب الساعه، بشوف ساعتها هو انا بادئ منين ومنتهي منين، بحيث ساعتها ان انا
اروح من البدايه للنهايه واشوف. لو انا فعلا ماشي في نفس الاتجاه بتاع عكس عقارب الساعه يبقى ساعتها بحط اشاره موجبه. لكن لو لقيت نفسي ان انا مشيت عكس اتجاه عقارب الساعه، يعني مثلا مشيت بالشكل ده، فساعتها بحط اشاره سلبه. وفي كل اكيد طبعا هيكون الفيكتور التالت ده هو اللي معايا في الحسبان. يعني دلوقتي سواء ضربت AX في A في AY أو AY في AX هيطلع لي الناتج AZ. لكن بقى السؤال هو موجب ولا سالب؟ ده ساعتها حسب اتجاه السهم بتاعك. هنشوف مثال كده حلوين عشان الموضوع ده يساعدنا إن شاء الله جدا يعني وإحنا ماشيين كده. دلوقتي لو عندي مفروض فيكتورز بالشكل ده AZ مضروبة في AX، أكيد طبعا زي ما قلنا إن المقدار بيضرب في المقدار عادي جدا، فخمسة في أربعة يديني 20 ولا خلاف في ذلك. لكن بقى المشكلة في الكروس بتاع الفيكتور مع الفيكتور اللي هو الـ AZ في الـ AX. أظبط بقى الكلام ده كله إزاي؟ زي ما قلنا بشوف أنا بادئ منين. أنا بادئ من الـ AZ ورايح فين؟ ناحية الـ AX، يعني كأني ماشي كده. وأسأل نفسي هل السهم فعلا اللي المسألة قالت لي أمشي فيه متفق مع السهم مع الأسهم الأصلية بتاعت عكس عقارب الساعة؟ فعلا أه، أنا عشان أمشي من زد لـ X بمشي كده وبرضه بيكون عكس عقارب الساعة، فساعتها يبقى عندي إشارة موجبة عادية جدا. واكيد طبعا هيكون الفيكتور الثالث هو الناتج بتاعي اللي هو AY، عشان اصلا عارف ان اي تو فيكتورز بتضربوا في بعض بيطلع الفيكتور العمودي عليهم. يعني اصلا عارف ان الزد والاكس العمودي عليهم هو واي. اقول لك بصمج وحط الفيكتور الثالث اللي مش موجود عندك في الجيفن. انت ضربت زد في الاكس بس هتحط له واي. طب لو ضربت اكس في اكس مثلا في واي حط له زد. ريح دماغك يعني. 20 اي زد مضروبة في 3 اي واي. طبعا 20 في 3 ب 60، دي يعني اول خطوة وسهلة جدا. الاي زد المفروض ساعتها ان هي فين؟ هنا. والاي واي فين؟ هنا. انا بادئ من الزد ورايح للواي، فكأني ماشي في الاتجاه ده. الاتجاه ده عكس اتجاه السهم بتاع الكاونتر كلوك وايز، فساعتها كأني مشيت عكس الاتجاه اللي المفروض كنت امشي فيه. انا عارف ان انا بمشي في اتجاه عكس عقارب الساعه دايما باخد اشاره موجبه. هنا بقى انا مشيت مع عقارب الساعه او مشيت عكس السهم بتاع عكس عقارب الساعه، فساعتها كاني ايه؟ كاني مشيت وخدت اشاره سالبه. فساعتها احط سالب ايه اوف اكس بالشكل ده. طب احنا قاعدين هنا في الكلام ده كله عشان الصراحه ده تكنيك مفيد جدا يعني، وهنشوف فايدته ان شاء الله واحنا بنحل مسائل. انا اصلا برضو ممكن اطبق نفس الكلام ده بالظبط في الاحداثيات الاسطوانيه. يعني مكان الاكس والواي والزد ساعتها احط له فاي، احط له قصدي رو وفاي وزد. موضوع سهل جدا. دلوقتي بقى ساعتها لو جالك واحد وقال لك ان هو عنده تو فيكتورز يضربهم في بعض، والتو فيكتورز حاجه بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. ده الفيكتور الأولاني اللي هو ساعتها عبارة عن 5 A رو، والفيكتور التاني عبارة عن 4 A فاي ناقص 6 A زد. أكيد طبعا عارف ساعتها إنك أنت بتضرب ده في الأول وبعد كده في التاني. طيب 5 A رو في 4 A فاي، 5 في 4 ب 20، A رو في A فاي. أنت بادئ من رو رايح ناحية الفاي ماشي مع الأسهم الحمد لله، ساعتها هيديك الـ AZ بإشارة موجبة زي ما هو. لكن لو مشيت عكس الاتجاه ساعتها اه الله بقى يعينك هتاخد إشارة سالبة. طيب الـ A رو هتتضرب المفروض ساعتها في AZ، 5 في سالب 6 ساعتها سالب 30. احنا ساعتها زي ما قلنا عادي جدا الأرقام اللي هي بره بتتضرب عادي جدا وافكس أصلا لأي حاجة اسمها A5 و AZ والكلام ده. 5 في سالب 6 في سالب 30. الـ A رو والاي زد دلوقتي انا بادئ من الاي رو ورايح كروس للاي زد، لقيت نفسي عكس اتجاه السهم، فساعتها بحط له سالب احداث التالت اللي هو سالب اي فاي. فساعتها كأن السالب هيطير السالب. يعني ساعتها ممكن يجيلك واحد كده يقول لك كده على طول ان الكلام ده بيساوي لك زائد 30 اي فاي ولا حاجه بقى لاي حاجه دبوبيه. انت ممكن تحل اصلا الكروس برودكت ده عادي جدا باستخدام الديترمينانتس او المحددات زي ما قلنا في اول مثال خالص تعريف الكروس برودكت. ولكن انت ليه اصلا تفك محددات وتتعب نفسك وانت اصلا ممكن تريحها بالدياجرام السهل ده طول ما انت ماشي؟
عكس عقارب الساعة موجب. لو لقيت نفسك مشيت مع عقارب الساعة ساعتها تبقى انت سالم. بس الكروس برودكت بتاع اي تو فيكتورز ليهم نفس الدايركشن بيساوي صفر. يعني دلوقتي لو جالك واحد وقال لك ان هو عنده اي زد وضربها لك كروس في اي زد، يبقى على طول انت بتغلط، ده ساعتها بيساوي صفر. طب ايه مثلا رو في اي رو بيساوي صفر. طب لو رحت لاحداثيات الكارتيزيه وقلت ساعتها اي اكس مضروب في اي اكس برضه بصفر. احنا اكدنا على الكلام ده عشان زي ما نشوف ان شاء الله في المسائل ان التكنيك ده، وطبعا احنا قعدنا تلت ساعه في حاجات هبله قوي، لكنها هي اصلا اللي ماسكه الدرس كله. يعني اللي يفهمها الدرس هيكون اتفه ما يكون بالنسبه له. هنطبق بس الكلام اللي خدناه في الفيديو الاول والتاني على قوانين جديده شويه، وحتى مش مختلفه قوي عن قوانين الكهربيه، لا اكثر ولا اقل. نيجي بقى لتكنيك تاني ده بيساعد برضو، ولكن مساعدته نوعا ما مش اساسيه، ده هي معاونه. يعني حاجه زي تكنيك بيسهل عليا حل المسائل وبيوفر وقت، ولكن لو واحد بيتلخبط فيه مش هيعجز قوي، الا بس ممكن هيطول في مساله دقيقه او دقيقتين زياده. ده تكنيك قاعده اليد اليمنى. دلوقتي زي ما قلنا انا خلاص اقتنعت ذاتيا الحمد لله ان لو عندي اي تو فيكتورز عايز اجيب لهم كروس، يبقى لازم الكروس برودكت يكون عمودي عالي هما الاثنين. طيب ولكن بقى السؤال اذا كان هيكون عمودي في اتجاه موجب ولا سالب. ده احنا حليناه باستخدام الطريقه بتاعه الكاونتر كلوك وايز دايركشن اللي هو اتجاه عكس عقارب الساعه. ممكن بقى ساعتها انك انت تعمل حركه برضو نوعا ما حلوه شويه عشان توصل الكلام ده، ولكن توصل له بحسابات منتال او حتى بتخيل عادي جدا من غير حسابات. دلوقتي انت بتجيب ايدك اليمين وتحطها في الوضعيه دي، ودلوقتي ساعتها ولنفترض جدلا ان التو فيكتورز اللي انا عايز اضربهم في بعض هما دول، فساعتها تخيل كأن ايدك طبقة على البلين بتاعهم، وانت مثلا بادئ من الحركه من هنا لهنا، او ساعتها كان تضرب الفيكتور ده في ده، يعني ده كروس ده. يعني ساعتها مثلا كأني قلت لك الفيكتور اللي لونه يعني بينك شويه ده اسمه اس، كروس البتاع الاسود ده مثلا اسميه ار. فساعتها كاني بدات من الاس وماشي ناحيه الار. فانت وانت ماشي كده ساعتها تخيل كانك بتقفل صوابع ايدك او بتضمها، فساعتها تلاقي كان المفروض الصباع ده طالع فوق في بالشكل ده. طب لو جالك واحد بقى قال لك ساعتها ان هو عايز يعمل الموضوع ده بس يعني باتجاه معاكس شويه، يعني مثلا قال لك ان الفيكتور ده اسمه تي والفيكتور ده مثلا اسمه في، ولا كان عايز اضرب التي في الفي. فساعتها لو انت فضلت على الوضعيه دي هتلاقي ساعتها انك انت وانت بتقفل صوابعك ايه اللي بيحصل؟ كانك ماشي من ناحيه الفي للتي. لكن لو انت قلبت ايدك، يعني ساعتها بقت ايدك مثلا كانها حاجه بالشكل ده، فساعتها وانت بتقفل صابعك فكأن فعلا التي هي اللي ماشية ناحية الفي، فساعتها بتخلي اتجاه ضم صابعك الأربعة يكون في اتجاه الكروس بتاعك، هو ماشي منين لحد فين. ولما تظبط ايدك بقى على الوضعية بحيث انك انت مع اتجاه الضمة يكون هو نفسه اتجاه الروتيشن من تي لفي، شوف بقى ساعتها والصباع الكبير ده لو ابهم بيشاور ناحية فين. ضفنا يعني فيديو حلو للموضوع بتاع الرايت هاند رول ده في الديسكريبشن، يعني لو انت عايز ترجع له، او لو انت عايز تخلي الموضوع يعني بشكل احسن بدل الرسومات الاستاتيك او الحاجات الساكنه اللي ما فيهاش حركه دي. دلوقتي بقى ساعتها ونفترض ان عندي موصل ايا كان، والموصل ده بيسري فيه تيار كهربي عادي جدا من اللي احنا عارفينه منذ ابد الابدين. طيب انت دلوقتي لو عندك اي موصل بيسري فيه تيار كهربي وقربت منه حته حديده مثلا او حته نيكل ايا كان، هتلاقي ان هي انجذبت للموصل بتاعك او انجذبت للسلك بتاعك. طيب الكلام ده يعني احنا متعودين عليه اصلا، وكنا خدناه يعني من ايام المدارس وخدناه برضو في ثانوية عامة والكلام ده. يعني باختصار في مجال مغناطيسي بيتولد لي في الحيز بتاع الكوندكتور اللي بيسري فيه تيار كهربي. يعني ساعتها من ما تلاقي ماجنتيك في من ساعتها ما تلاقي موصل فيه كارنت بالشكل ده، يبقى ساعتها تيقن برضو انك انت هتلاقي ماجنتيك فيلد ان شاء الله، سواء بقى قوي او ضعيف. طيب
جالك واحد قالك ساعتها ان هو عايز يعرف حاجتين عن الماجنتيك فيلد ده، اول حاجة الاتجاه بتاعه، وتاني حاجة المقدار بتاعة الشدة بتاعته. يعني دلوقتي انا عارف ان اي فيلد المفروض ساعتها بيتغير بتغير السبيس، يعني مثلا لو انا كنت واقف هنا اكيد طبعا الفيلد هيكون مختلف عن مثلا اكون واقف هنا، كل منطقة بتديني فيلد مختلف. فدلوقتي عايز اجيب فانكشن او علاقة او دالة بتقول لي ساعتها الشدة بتاعة الفيل بتتغير ازاي بتغير الاحداثيات المكانية او بتغير المكان عامة، بدل الجحلظة بقى والفلسفة الكلامية والكلام المعقد ده. طيب دي حاجة. تاني حاجة بقى زي ما قلنا ان احنا كنا عايزين نعرف الاتجاه. طيب هم بقى ساعتها لما يعني عملوا تجارب في المعمل، لو ساعتها ان هم عشان يجيبوا اتجاه ماجنتيك فيلد لاحظوا الملحوظة دي. دلوقتي ساي ان زي ما قلنا خلاص انا عارف ان في تيار ماشي في الموصل، جالك واحد وخد لك كروس سيكشن كده صغير، او خد لك فيلمنت او شعره كده صغيره. دلوقتي انا عارف الفيلد ماشي فين، اكيد الفيلد مثلا ماشي هنا، او سوري يعني عارف الكرنت ماشي هنا، الكتريك كرنت او التيار الكهربي ساعتها ماشي كده يعني. وجالك واحد وقالك ساعتها ولنفترض نقطه الدراسه اللي عايز اجيب عندها الفيلد موجودة هنا، وقال لك برضو ان زيادة امان، او بس نخلي النقطة احسن حاجة عشان محدش يتلخبط نخليها هنا، وقال لك ان هو جاب لك الديكتور اللي طالع من السورس زي ما كنت بعمل ايام الكهربية ورايح ناحية نقطة الدراسة. ده السورس بتاع الفيلد ودي نقطة الدراسة والفيكتور ماشي في الاتجاه ده. قال لك بس انا عايز الماجنتيك فيلد يكون اتجاهه فين بالظبط. بالتجربة ساعتها هم لقوا ان المفروض الماجنتيك فيلد بيكون في اتجاه عمودي على اتجاه التيار واتجاه الفيكتور اللي طالع من السورس ورايح ناحية نقطة الدراسة. يعني ساعتها كأن لقيت ان الفيكتور بتاعي المفروض ايه، هيكون عمودي على الاتنين. الماجنتيك فيلد فيكتور بيكون عمودي على اتجاه الكرنت واتجاه الفيكتور اللي طالع من السورس ورايح ناحية ايه، ناحية البوينت. وده كان هو نفسه اصلا التعريف بتاع الكروس برودكت بتاع تو فيكتورز. الكروس برودكت بتاع تو فيكتورز ببساطة بيجيب لك فيكتور بيكون عبارة عن كاتجاه حاجة عمودية على التو فيكتورز مع بعض، او عمودية على البلين بتاعهم هما الاتنين مع بعض. يعني ساعتها المفروض كأني هلاقي ان الفيلد بتاعي طالع كده بره الشاشة، كانوا كده هيرزع في وشك طالع كده من الشاشة يعني. طب مثلا لو فرضت جدلا ان عندي موصل بالشكل ده ودلوقتي الكرنت ماشي هنا، ولقيت ساعتها ان المفروض ساي دي نقطة الدراسة وساعتها الفيكتور هيكون طالع بالشكل ده، يبقى ساعتها المفروض كأن الفيكتور بتاعك بتاع ماجنتيك فيلد يعني بيكون عمودي على الاتنين مع بعض، يعني ساعتها بيكون حاجة في الاتجاه ده. يعني باختصار ممكن اقول ساعتها ان عشان اجيب ماجنتيك فيلد ساعتها بحتاج اعمل كروس برودكت لاتجاه الكرنت واتجاه الفيكتور اللي طالع من السورس متجهة ناحية المنطقة بتاعة الدراسة اللي اصلا عايز اجيب عندها ايه، اللي اصلا عايز اجيب عندها الفيلد يعني. طيب دلوقتي بقى انا خلاص عرفت ازاي اجيب الاتجاه، وعرفنا اصلا ان هما يعني لما لاحظوا الكلام ده لاحظوه في بداية الامر يعني ملاحظة معملية. هما دلوقتي عملوا مثلا تجربة عملية ايا كان في المعمل ولا كده، ساعتها فلاحظوا انك انت لو انت عايز تجيب الفيكتور بتاع الفيلد كماجنتيك فيلد طبعا عند اي نقطة بتعمل الكروس برودكت والكلام ده كله بيكون عمودي على الاتنين فيكتورز وخلاص. احنا بقى عشان نجيب قانون ساعتها يوصف لي الماجنتيك فيلد انتنسيتي، هحتاج عشان يعني بسط فكرة في دماغي اعمل مقارنة صغيرة مع قانون كولوم بتاع الفرع بتاع دكتور محمد مختار. لو رجعنا بالذاكرة لورا وتحديدا الفرع دكتور محمد مختار، هنلاقي ساعتها ان المفروض كنا بنتعامل مع الكتريك فيلد او مجال كهربي. دلوقتي وسام مثلا انا عندي بوينت شارج بالشكل ده وعايز اجيب الفيلد عند نقطة معينة اللي هي الاكس دي مثلا، نخلي لونها مختلف شوية مثلا سي نخليه حاجة بالشكل ده. دلوقتي انا عايز اجيب الفيلد عند النقطة دي، فكنت بستخدم قانون كولوم اللي كان بيقول لي ان الفيلد بيساوي تكامل الدي كيو مقسوم على 4 في باي ابسلون في ار سكوير في اتجاه الاي ار.
يعني ممكن اقول ساعتها ان اول حاجه باخدها في الاعتبار السورس اللي اصلا عامل لي الفيلد ده، اللي هو اصلا البوينت شارج او مثلا التشارج عامه. ما اصلا البوينت شارج دي ممكن اصلا تجمع مع بعض، ساعتها كان عندي لاين شارج. يعني مثلا ممكن لو هم حاجه بالشكل ده بعتبرهم كانهم خط او كانهم مثلا سيرفيس او كانهم فوليوم، لكن اللب بتاعي او السيس بتاعي اصلا هو عباره عن بوينت شارج. طيب مقسوم على 4 في باي في ابسلون في ار سكويرد في اتجاه الاي ار. وكنا عارفين ساعتها ان الار دي دايما، الار دي اصلا دايما ابدا بتكون عباره عن الفيكتور اللي طالع من السورس بتاع الفيلد ورايح ناحيه نقطه الدراسه اللي عايز اجيب عندها الفيلد، يعني من السورس لنقطه الدراسه. وساعتها كنا برضو عرفنا ان ممكن افك الاي ار دي ساعتها فتبقى كانها حاجه بالشكل ده، كانها ار فيكتور مقسومه على ار عاديه. فساعتها كاني بقول دي كيو على 4 باي ابسلون في ار تكعيب باور 3 يعني مضروبه في ار فيكتور. طيب احنا بقى عايزين نعمل نفس الكلام ده ولكن مع اختلافات بسيطه بس بقى كماجنتيك فيلد او كمجال مغناطيسي. ولكن طبعا احنا كنا عارفين في الالكتريك فيلد انك انت لما بتطلع او عامه يعني الفيلد اللي طالع بيكون في اتجاه برضو الار، لكن احنا كلنا شايفين في ماجنتيك فيلد انتنسيتي اصلا او ماجنتيك فيلد عامه ان هو بيطلع لي فيكتور عمودي على البلين، يعني للاسف مش بيكون في نفس اتجاه الار، بيكون عمودي عليه. فهنا نحتاج قانون مختلف شويه، قانون بيو سافار، وده حطه على الانفرنسيين، الاول اسمه بيو والتاني اسمه سافار، عشان كده حاطين ان هو بيو بعد كده شرط بعد كده سافار، عشان يقول لك يعني دول اسمين مختلفين، مش واحد يعني اسمه بيو وابوه اسمه يعني سافار. طيب قال لك برضو نفس الكلام، اول حاجه لازم افكر في السورس بتاع الماجنتيك فيلد. الالكتريك فيلد كان السورس بتاعه بوينت شارج او كيو عامه، الماجنتيك فيلد السورس بتاعه هيكون عباره عن كارنت بيسري في كوندكتور زي ما قلنا، يعني لازم اخد في الاعتبار معايا ان يكون عندي الكتريك كارنت. زي مثلا عندي حاجه بالشكل ده موصل بالشكل مثلا ده يعني وماشي فيه كارنت اسمه اي، وعايز اجيب الاتش اللي هو ساعتها الماجنتيك فيلد انتنسيتي يعني، فده هيساوي لي تكامل حاجه اكيد طبعا. اول حاجه اخلي بالي كويس جدا ان انا بجيب ان انا بجيب الماجنتيك فيلد بجيبه عند فيلمنت او عند شريحه صغيره من الموصل بتاعي. الشريحه دي طولها دي ال. عاش جدا. وزي ما كان السورس بتاعي في الكتريك فيلد انتنسيتي هو البوينت شارج، السورس بتاعي للماجنتيك فيلد هيكون هو الكرنت اللي ماشي في الفيلمنت او في الشريحه او الشعر صغيره جدا دي اللي المفروض الطول بتاعها دي ال. فساعتها ما كان الدي كيو ساعتها احط له اي اللي هو الكرنت بتاعي مضروب في الدي ال. طيب نيجي بقى للجزئيه التحتانيه. بالتجربه ساعتها لاحظوا ان هي المفروض تكون عباره عن 4 باي وار سكويرد عادي جدا، ولكن مفيش ابسلون. دي كانت حاجه خاصه بالماجنتيك فيلد انتنسيتي. في حاجه شبهها اسمها بيرميابيليتي هنحتاج بيها بعد شويه ممكن ان شاء الله على الفيديو الجاي، لكن اني واي خليك طبعا عارف انك انت ما عندكش حاجه اسمها ابسلون اصلا او بيرميتيفيتي في الماجنتيك فيلدز، عندك حاجه اسمها بيرميابيليتي ودي هنتعامل بيها ان شاء الله الفيديو الجاي. ولكن نص قانون بيو سافار بيقول لك ساعتها ان مفيش ابسلون، يعني على طول اي في دي ال على 4 باي ار باور 2 يعني. وبرضو مثلا سي لو انا عندي نقطة هنا عايز اجيب عندها الفيلد، فالار هي ببساطة الفيكتور اللي طالع من الكارنت بتاعي او طالع من السورس بتاعي ايا كان، عبارة عن كارنت ماشي في كوندكتور ورايح ناحية نقطة الدراسة، هو ده الار بتاعتي يعني عشان محدش يتلخبط. طبعا انا عارف ان ار دي لما اكتبها كده لوحدها من غير اي كاب فوق او اي حاجة فوق مثلا او اي سهم فوق يرسلها كأن مقدار مش كأن فيكتور. طيب احنا قلنا بقى ان ايام كولومز لو كان اتجاه الفيلد هو نفسه اتجاه الار، لكن في بيو سافار مش كده. في بيو سافار ساعتها لان هو بيكون عمودي على الاتنين مع بعض، عمودي على اتجاه التيار واتجاه الار، يعني كان حصل كروس برودكت. كروس برودكت بين مين وبين بالظبط؟ بين اتجاه التيار
واتجاه الار. يعني ساعتها ممكن اترجم القانون ده على انه هو عبارة عن حاجة بالشكل ده. دلوقتي انت عارف اصلا ان الكارنت بتاعك ده ماشي في طول معين، يعني ساعتها اصلا ما عندوش غير مسار واحد بس يمشي فيه. انت بتعتبر كأن اصلا ده عبارة عن طول بس، فكان ساعتها الاريا مهملة، فساعتها تلاقي ان اتجاه التيار في الحالة دي هو نفسه اصلا بتاع ال دي ال او الفيلمنت، فتلاقي ساعتها انه بقى عبارة عن الكروس برودكت بتاع اتجاه التيار اللي هو نفسه بقى اتجاه الفيلمنت او الدي ال، يعني او الشريحة الطولية احنا خدناها كروس مع الاي ار ساعتها اللي هو الاتجاه اللي بالشكل ده، بحيث ساعتها عارف ان كروس اتجاه الفيكتور ار ده مع ده هيديني ساعتها ايه؟ هيديني الفيكتور عمودي عليهم مع بعض اللي هو ساعتها بتاع الماجنتيك فيلد انتنسيتي. ممكن افكها فكة تانية. دلوقتي انا عارف اصلا ممكن افك الار بحيث ساعتها تبقى عبارة عن ار فيكتور مقسومة على ار مقدار، فساعتها كأني بقول ار تربيع او ار تكعيب يعني بدل تربيع بالشكل ده. اصلا ممكن في الاخر اقول له ان الاي دي عبارة عن ايه؟ عبارة اصلا عن ثابت، فانا اصلا عارف ان الاي دي بتكون عبارة عن حاجة مش فيكتور. في الاخر طلع لي حاجة بالشكل ده وكله بالفهم. فهمنا ازاي فعلا القانون ده طلع الحمد لله، وازاي فعلا هو نوعا ما ممكن اجيبه بالقياس من كولومز لو مع بعض الاختلافات طبعا. باختصار المفروض ده القانون بتاع بيوسافار، وهخلي بالك كويس جدا اني ببدأ بالدي ال وبعد كده في الكروس بمشي ناحية الار، يعني دي ال كروس ار مش العكس، عشان الاشارات طبعا هتفرق معايا جدا جدا في اتجاه الفيلد. كان ساعتها قلت ان الفيلد اتجاهه اتعكس 180 درجة، كأنه مثلا بدل ما طلع فوق نزل تحت، دي ال الاول يليها الار. بس نفس الخطوات بالظبط بتاعت المرة اللي فاتت او بتاعت كولومز لو بتاع الفرع اللي فات، بتجيب الدي ال فيكتور وتجيب الار فيكتور وبعد كده بتجيب المقدار بتاع الار وتعمل تعويض. الار فيكتور هو ببساطة الار اللي بادئ من السورس ورايح ناحية الستادي بوينت. لو افترضت ان النقطة دي اللي هي بتاعت البداية اسمها كيو والنهاية اسمها بي، فانا عارف ان اي فيكتور ربنا خلقه عشان اجيبه ساعات طبعا يعني بيساوي لي نقطة النهاية اللي هي البي ناقص الكيو. يعني باختصار بقول النهاية ناقص البداية. هنيجي بقى شوية أشكال كده حلوة نحل عليها أو نطبق عليها يعني القانون ده بإذن الله تعالى. وعامة أصلا كل شكل من دول يعتبر مسألة مستقلة بذاتها في الفاينل أو في الشيت، يعني تقريبا كل حاجة نعملها من أول الدقيقة جاية بإذن الله حاجات فعلا ليفل تقيل وليفل على وضعه فعلا، وبتيجي في الفاينلات السابقة وبرضه موجودة في الشيت. دلوقتي عندي انفنت لاين بالشكل ده وطبعا زد اكسس، وعايز ان اجيب بالظبط بقى ايه الفيلد عند النقطة دي. فدلوقتي طبعا عارف ان الفيكتور بتاعي المفروض بيكون مرسوم من اول السورس لحد النقطة بتاعت الدراسة. وطبعا احنا كنا عارفين انك انت لو انت شغال مع اي لاين او اي حاجات شكلها يقارب شكل الاسطوانة، ما اصلا اللاين ده يعتبر في الاخر حاجة زي اسطوانة ولكنها صغيرة جدا جدا جدا، في الكروس سكشن بتاعها بيساوي صفر. ايا كان اي حاجة اسطوانة او شبه الاسطوانة بتشتغل فيها بالاحداثيات الاسطوانية بتبقى حاجة بالشكل ده، حاجة في الرو والفاي والزد. طبعا ده عشان انت عايز تجيب الفيلد عند الاكس واي بلين، فكأن احداث الزد بيساوي صفر. والرو زي ما قلنا لو انت رجعت فيديو اول هو البعد العمودي من الزد اكسس. طب والنفس البال بتاع اللي فوق دي هتلاقي ساعتها ان هي طبقة على الزد اكسس بالظبط، فكان اصلا البعد العمودي بتاعها بيساوي صفر ولكن ليها ارتفاع فعلا، فساعتها ليها احداث زد. طيب دلوقتي الانفلت لاين ده بيمشي فيه تيار كهربي ولازم يحدد لك الاتجاه بتاعه، يعني في المسألة يقعد يقول لك ان هو ماشي في اتجاه الموجب زد او السالب زد، عشان اتجاه التيار اصلا ده هيعمل لي تقريبا كل حاجة. فدلوقتي المفروض هفرض ان الفيلد بتاعي ماشي كده، او سوري هفرض الكرنت بتاعي ماشي فوق بالشكل ده. طيب اول حاجة انا عايز اجيب الدي ال. الدي ال بيساوي لي شريحة صغيرة من اللاين، يعني ساعتها المفروض هيساوي دي زد في اتجاه الاي زد لحد هنا كويس جدا. الار فيكتور بقى بيساوي لي الاند بوينت ناقص الستارت بوينت،
رو ناقص زيرو، يعني ساعتها كأني بقول رو في اتجاه الايه رو. وفاي ناقص فاي بصفر، زيرو ناقص زد، يعني ساعتها كأني بقول ماينس زد في اتجاه الاي زد بالشكل ده. يعني ساعتها ممكن اجيب المقدار عادي جدا، او الار فيكتور طبعا احنا عارفين هتكون حاجة بالشكل ده، والار بتكون عبارة عن المقدار فيثاغورس، وبعد كده بجيب في الاخر الدي ال كروس الار، اللي هو ساعتها المفروض اللوكشة دي كروس اللوكشة دي. زي ما قلنا انت بتعمل ايه، اول حاجة هنضرب دي في دي، فساعتها كأني بقول دي زد في رو، فساعتها طبعا انت عارف ان هي تطلع لك رو دي زد، دي اول حاجة وسهلة جدا. نيجي بقى لاي زد في الاي رو، احنا زي ما قلنا ساعتها بتعمل ايه، بتعمل ساعتها الدايرة بتاعتك، بتحط هنا اي رو وهنا اي فاي وهنا اي زد، وتمشي في اتجاه عكس عقارب الساعة. وانت عارف ساعتها ان اي حاجة ماشية مع عكس عقارب الساعة او مع الاسهم دي يعني بتكون اشارتها موجبة، او زي ما هي باشارتها يعني. دلوقتي انت هتضرب الزد في الرو، يعني انت ماشي من الزد ورايح للرو، ده فعلا ماشي مع عكس عقارب الساعة او ماشي مع فعلا الكونفنشن اللي احنا حاطينه، يعني ساعتها الاشاره ما بتتغيرش، فساعتها يفضل زي ما هو فعلا موجب، وطبعا احداث التلات هو اي 5، فساعتها كاني بقول هيطلع لي في الاخر اي 5 بالشكل ده. نيجي بقى للجزئيه التانية، هتضرب دي في الجزئيه التانية دي. هنا بتلاحظ ساعتها انك انت ضربت حاجه في نفس الحاجه، ضربت زد في زد، واحنا كنا قلنا ان اي 2 فيكتورز ليهم نفس الاتجاه الكروس برودكت بتاعه بيساوي صفر، فساعتها كان المركبة دي هتبقى صفر ساعتها، فكأن في الآخر هتلاقي إن البتاعة دي كلها صفصفت لك على رو في دي زد في اتجاه الأي فاي. عايزين بقى نعطف القانون ده. دلوقتي احنا قلنا إن الأي والفور باي دول يعتبروا ثوابت ملهمش علاقة أصلا بالليلة كلها بتاعة الرو والزد وكده، وأصلا بيقولك إن المسألة بتاعتك مثلا فيها كارنت دي سي، يعني مثلا بيقولك 5 أمبير ماشيين، فأصلا ده يعتبر رقم ثابت، فممكن أطلع الأي وال4 باي بره خالص يعني، وساعتها يبقى ايه تكامل، اعوض بقى ساعتها دي ال في ال ار فيكتور هيساوي ساعتها رو في دي زد، والكلام ده كله في الاخر هيتقسم على ايه بقى، الموضوع سهل جدا، هيتقسم على الار بار 3، يعني اللوكش دي كلها بار 3، يعني ساعتها كاني بقول رو سكويرد زائد زد سكويرد كده كله مرفوع لباور 3 على 2، والكلام ده كله في اتجاه الاي فاي. دلوقتي بسأل نفسي انا بكامل بالنسبه لايه، بالنسبه للدي زد، ودلوقتي انا بتعامل مع انفينيت لاين، يعني ممتد من سالب انفينيتي لموجب انفينيتي، فتبقى دي الحدود بتاعتي. وكنا برضو قلنا في الفيديو بتاع الالكتريك فيلد انك انت لما بتعمل اي تكامل بالنسبه لسالب انفينيتي موجب انفينيتي، ساعتها ممكن تقول له هعمل اختبار حلو هشوف هو الفانكشن ده ايفن فانكشن ولا لا، بحيث جرب تعوض بسالب زد، عوض سالب زد ساعتها يكون كلب سالب زد، سالب زد باور 2، يعني ساعتها كان بيقول موجب زد باور 2. الله، لو عوضت بسالب زد او موجب زد الاثنين هيدوا نفس الفانكشن، فدي even function ساعتها، فكنت بقول ان ممكن التكامل بتاعي بدل ما يبقى من سالب infinity لموجب infinity يبقى ساعتها من 0 ل infinity مضروب في 2. ارجع للفيديو بتاع electric field لو انت عايز تعرف تفصيل اكتر عن الموضوع ده. نكمل بقى الليله دي كلها. مبدئيا كده انت بتكامل بالنسبه للزد، فاصلا انا ممكن هطلع الرو بره عشان انت بتكامل بالنسبه للزد، في اي حاجه غير الزد تعتبر كانها ثابت، فطلع الرو بره. التكامل ده احنا المفروض كنا حافظين الصيغه بتاعته من ايام زمان خالص. لو انت عندك بتكامل حاجه عباره عن كسر او فراكشن والمقام فيه رو سكوير زائد زد سكوير كلها مرفوعه على البارتات على الاثنين، فساعتها كانت الفكه بتاعته بتساوي لك حاجه بالشكل ده،
انت كنت بتكامل بالنسبه للزد، فساعتها بتقول له انك انت هتحط زد هنا، والبتاعه التانيه اللي انت ما كملتش بالنسبه لها اللي كانت تعتبر كانها ثابت بتحطها هنا. ارجع برضو الفيديو الاول تلاقي ان تركات التكامل دي مشروحه في اخر تلت ساعه او 10 دقائق. دلوقتي يجي لك واحد يقول لك ساعتها ان هو عايز يعوض لك في الليله دي كلها. مبدئيا كده الرو سكوير دي اصلا ممكن الرو دي تطير السكوير اللي هنا وطلع الرو دي بره، فتبقى حاجه كده. حاجه كمان الاتنين والفور باي ممكن ساعتها يبقى واحد على تو باي. جميل جدا لحد هنا. جالك بقى واحد يقول لك طب بص يا عم الحاج، انا دلوقتي عايز اعوض مره بانفينيتي ومره بصفر. احنا كنا خدنا برضو ايام ليميتس تانية ثانوي انك انت لو عندك فانكشن بالشكل ده وعايز تعوض بما لا نهايه او بانفينيتي، فساعتها كنت بتقول له انك انت تخيل انك انت هتقسم البسط والمقام على زد، فساعتها كأن هنا بعبارة عن واحد مقسومة على هنا، المفروض انت هتقسم على زد، فالزد لما تدخلها جوه براكت اللي اصلا عبارة عن سكوير روت، يبقى ساعتها كأنك قسمت على زد سكويرد، فساعتها كأنك بتقول ان هي بتساوي لك حاجة بالشكل ده. لو انت انا قسمت البسط مقام على زد، جرب بقى تقعد ساعتها بزد بتساوي انفينيتي، هتلاقي ساعتها انك انت رقم ثابت على انفينيتي، فده بيساوي لك صفر، وبقى واحد على واحد ساعتها، فكأن الليله دي كلها بتساوي لك واحد. بلاش طريقه الليميتس دي، حلها بلوبيتال. فاضل البسط وفاضل المقام بالنسبه لزد وعوض، هتلاقي برضه في الاخر طلعت لك بتساوي واحد. anyway في الاخر هتلاقي ان المفروض لما انا بعوض هنا بانفينيتي بيساوي لك واحد، ولما تعوض بصفر هيساوي صفر، فساعتها كأن البراكت ده كله بقى عباره عن واحد ناقص صفر يعني واحد، فساعتها كأن في الآخر خالص الماجنتيك فيلد طلع لي بيساوي لي اي على 2 باي رو في اتجاه الاي فاي. ده اللي يهمني من الدنيا كلها. مسألة حلوة، وعلى فكرة جت في الشيت، وممكن الدكتور في الامتحان سؤال كده حلو بخمس درجات يقول لك اشتقي لي معادلة الماجنتيك فيلد بتاعة الانفينيت لاين. نفس بالظبط الشغل بتاع الالكتريك فيلد مع بعض اختلافات، سواء بقى معادلات او كروس برودكت والكلام ده. انا اصلا ممكن اصيغ المعادله دي بشكل افضل. دلوقتي مش احنا اصلا عارفين ان بيو سافار بيقول لي في الاصل انك انت عشان تجيب اي ماجنتيك فيلد مش ده بيبقى هو كروس برودكت بتاع الفيكتور بتاع التيار والفيكتور بتاع الارض ذات نفسه؟ ايوه، يعني اصلا اي فاي دي بتساوي لي في الاخر الكروس برودكت بتاع اليونت دايركشن او اليونت فيكتور بتاع اتجاه التيار اللي هو نفسه ال. انا عارف اصلا ان الخط المستقيم هو نفس اتجاه التيار، اتنين اصلا ماشيين في نفس الاتجاه يعني، كروس اليونت فيكتور بتاع ال ار. يعني اصلا ممكن اعوض له مكان الاي فاي دي بان هي بتساوي لي اليونت فيكتور بتاع التيار كروس اليونت فيكتور بتاع الار اللي هو الفيكتور اللي طالع من السورس متجها الى نقطة الدراسة. طب انا ليه عملت القصة مدمة ايه دي؟ عشان اصلا ممكن اشتق معادلة عامة اقدر بيها اجيب الفيلد بتاع اي انفينيت لاين في الجنرال كيس. انا دلوقتي كنت فاضي ان اللاين بتاعي طابق على زد اكسس، طب اصلا ممكن يكون اي حالة تانية، ممكن مثلا يكون بارل للواي بارل للاكس، ممكن مثلا يكون حاجه بالشكل ده. احنا خدنا ان المفروض انفينيت لاين بشتق المعادله خاصه وبعد كده بعممها. انا بقى دلوقتي عايز اعممها، فلو ساعتها بقول له طب خلاص يا عم الحاج بص، انا دلوقتي ممكن اقول لك على حاجه حلوه جدا. عامة انت لو عندك اي انفينيت لاين ببساطه بتقول له ان الاتش بتاعته بتساوي لك اي مقسومه على 2 باي ار، بحيث ان الار دي هو الفيكتور العمودي اللي طالع من السورس ناحيه نقطه الدراسه. يعني دلوقتي مثلا لو قلت لك ان عندي شكل 3 دي وعندي لاين بالشكل ده، لو برضو رجعت الفيديو كله ساعتها كنا بنقول ان اللاين او اللاينز عامه عندها في المنهج بتكون بارلل لاكسس بالشكل ده، يا اما اكس يا اما واي يا اما زد، وساعتها بتعرفه ان هو ايه، بيكون بدلالة نقطتين معلوماتين. يعني مثلا يقول لك سي مثلا ان الواي بتساوي 5 والزد بتساوي 0، لكن احداث الاكس متغير بتغير بقى النقط اللي موجودة على اللاين. انت خدت نقطة هنا او هنا او هنا كلهم ليهم نفس الواي ونفس الزد ولكن مختلفين في الاكس، قشرة الاكس مثلا بتكون موجب او سالبة او بتزيد او بتقل. طيب
دلوقتي بقى مثلا لو عايز اجيب الفيلد عند النقطة دي، ساعتها بترسم الار فيكتور اللي ساعتها بيكون عمودي على السورس وطالع منه، فيبقى حاجة بالشكل ده. طبعا المفروض النقطة دي هتكون جيفن، يعني مثلا سيل لو النقطة دي هما ادالك مثلا بواحد وخمسة واتنين، انت دلوقتي عايز تجيب الار فيكتور فمحتاج الانترسكشن بوينت دي. برضو كنا بنقول ساعتها انك انت علشان تجيب انترسكشن بوينت بتقول ان الاحداث المتغير هو نفسه بتاع النقطة اللي عايز تجيب عندها الفيلد، فساعتها كأن واحد خمسة صفر. فساعتها بقى الار سهلة جدا، احنا طبعا عارفين دايما ان الار بتكون طالعة من السورس ناحية نقطة الدراسة، فساعتها كأني بقول ان دي الاند بوينت دي الستارت بوينت، ماشي كده. فساعتها بيساوي لي الاند بوينت ناقص الستارت بوينت، واحد ناقص واحد بصفر، خمسة ناقص خمسة بصفر، اتنين ناقص صفر، ساعتها كأني بقول اتنين في اتجاه الاي زد. طب هو في الامتحان بقى لو قالك ان الكارنت بتاعك بيمشي في اتجاه النيجاتيف اكس، يعني ساعتها كأن الكارنت ماشي كده، يعني الكارنت بتاعك اللي هو الاي اللي ماشي في السلك ده بيكون رايح ناحية السالب، فساعتها كأني بقول له بالبساطة كده ان الاي اي بتاعتي بتساوي لي سالب اي اكس. طب دلوقتي انا جبت الار العادية، عايز بقى اجيب الاي ار، بجيبها ازاي؟ سهلة جدا، انت عارف دايما ان الاي ار بتساوي لك الار فيكتور مقسومة على الارقى مقدار، يعني 2 اي زد على اي زد في الاخر، يعني كان ده بيساوي لك اي زد. فساعتها بتعوض له عادي جدا في المعادلة دي، وفي الاخر بتطلع بالفيلد عادي جدا زي ما نشوف ان شاء الله في المسائل الجاية. دلوقتي دي هو بس، ده هو بس يعني الاثبات من جديد، ده هو بس طبعا مكتوب بطريقة يعني مهندمة اكتر، وفي الاخر برضو المفروض انك انت هنا بيطلع لك الليميتس من انفينيتي لحد زيرو، ولا فعلا بتعوض في الاخر بيطلع لك الفانكشن ده حاجة بالشكل ده في اتجاه الاي فاي. بس طبعا عايز اعمل تعميم للقانون عشان اطبقه في اي حالة، فساعتها في الاخر بقول له ان هي بيساوي لي الاي اي في الاي ار عادي جدا. دي مسألة جت في فاينل 2013 2014، مسألة حلوة جدا ودرجاتها كتيرة عشان نوعا ما خطواتها هي ممكن تكون كتيرة شوية لكنها سهلة وتخلص بسرعة، يعني عملتها في عمل الاقتصادي ده يعني اللي يهرش فكرته أصلا يحل المسألة حتى لو خطواتها كتيرة في وقت قليل، عشان الخطوات الكتيرة أصلا دي معظمها خطوات يعني بتخلص بسرعة، يعني أصلا حسابات منتال تقريبا. كل خطوة من دول مهما صغرت عليها جزء من الدرجة، فلو الحمد لله موضوع زي الفل ومحدش يقلق من الفرع يعني بتاع دكتور عادل إن شاء الله خير. قال لك دلوقتي انت عندك تو لاينز، قال لك ان الاثنين دول انفينيت، وخلي بالك هم انفينيت ولا فاينايت. قال لك الاول بيمشي فيه 50 امبير في اتجاه الواي الموجب، وقال لك انه بيمر لك بنقطة سالب واحد صفر واحد، والخط الثاني او السلك الثاني 50 امبير في اتجاه الاكس السالب وبيمر بنقطة صفر وسالب واحد سالب واحد. مبدئيا كده احنا كنا في اي مساله الكتريك فيلدز كنا بنجيب الفيلد الخاص بكل شكل وبعد كده بنجمعهم كلهم مع بعض، يعني ساعتها كنت بقول زمان ان الكتريك فيلد الكلي بيساوي لي تجميعه الفيلدات المختلفه مع اختلاف بقى الاشكال، يجيب لي مش عارف بقى انفينيت لاين، مش عارف بقى سيرفيس شار، كان بيعيش لي كده، وفي الاخر برضه بعيش واستقنيش واجيب له في الاخر التوتال. نفس الكلام برضه مع الماجنتيك فيلد، الاتش بيساوي لك كتوتال سيجما الاتش بتاع كل الاشكال. ونصيحه مني لو انت بتتلخبط ارسم سكتش خاص باللاين الاولاني وهات الفيلد بتاعه مستقل، وبعد كده ارسم سكتش مختلف تماما لللاين التاني وهات برضه الاتش بتاعته مستقله، فكانك رسمت سكتشين اه وحليت مسالتين مختلفتين، ولكنك في الاخر بتجمع الاتش اللي هنا مع الاتش اللي هنا. دي منظمه اكتر، بتريح الدكتور اكتر، درجاتها بتكون نوعا ما احسن، عشان الدكتور فعلا لما بيشوف ورقه مهندمه كده قدامه، وكان دكتور عادل اكد على الجزئيه دي، بيريحنا في الدرجات. لكن اللي بيحل بظلمته كده ساعتها انت وحظك، هو الدكتور فاهم ايه بالظبط من الكلام اللي انت كاتبه له، فعشان كده الله يكرمك حاول تنظم كلامك على قد ما تقدر في الماده دي عامه او في تاني الكهرباء عامه. فاحنا نجيب الفيلد بتاع الخط الاولاني وبعد كده بتاع الخط التاني ونجمعهم مع بعض ونشوف ساعتها يعني ايه اللي هيحصل لنا باذن الله. وملحوظه بس قبل ما نرسم كده، انت مسموح لك تحفظ القانون بتاع اللاين على طول وتطبقه في الامتحان من غير اي اثبات، الا لو الدكتور قال لك في الاول اثبته، يعني الدكتور جاب لك مساله زي كده وسكت وما قالكش اثبت،
حل على طول بالقانون ده بدل ما تشتق وتتعب نفسك يعني في الوقت. دلوقتي قال لك المفروض ان اللاين بتاعك الكرنت بتاعه ماشي في اتجاه الواي الموجبة، يبقى كده كده يعني بالبداهة كده اللاين بتاعك يكون ماشي في اتجاه الواي، ما اللاين لازم يكون ماشي في الاتجاه بتاع الكرنت. قاعدة عامة، الكرنت اتجاهه هو نفسه بتاع اللاين، دي حاجة بديهية حتى برضو. انت عندك اصلا اللاين كده حاجة معصعصة اصلا، فالكرنت ما مش هيمشي يمين ولا شمال، هيمشي بس في اتجاه اللاين كأنه مقيد بيه، كان عامل ابروكسيميشن يعني. فساعتها كأنه بيقول لك ان اللاين بتاعك في اتجاه الواي، فساعتها المفروض اللاين هيكون بارلل للواي يعني اتجاه الواي، يعني ساعتها كأنه ماشي بالشكل ده مثلا، بحيث انه بيقطع المفروض او احد نقاطه يعني سالب واحد صفر واحد، يعني مثلا النقطة دي اسمها سالب واحد صفر واحد. لكن عارف ان هو وضح لي نقطة واحدة بس، طب لو عايز نقطة جنرال على اللاين ده يعني لازم احداث الواي بتاعها يتغير عشان الواي اصلا متغيرة في اللاين، فساعتها ممكن اقول عشان اجيب اي نقطة على الخط بتاعي احداث بتاعها هيبقى سالب واحد واي واحد. لو قلت الواي بتساوي صفر ساعتها يبقى دي النقطة السبيسيفيك اللي هو كان قال لي عليها، سالب واحد صفر واحد. لكن دلوقتي انا عايز اي نقطة على امتداد الواي دايركشن او اتجاه الواي، فساعتها اي نقطة عليه معادلتها هتكون او احداثياتها سالب واحد واي واحد. طيب قال لك بقى ساعتها ان الاتجاه بتاع التيار ماشي في الواي دايركشن كموجب، فساعتها كأنه ماشي كده، الكارنت بتاعك ماشي كده. هو قال لك بقى ان هو عايز الفيلد عند الاوريجن بوينت، يعني عايز الاوريجن بوينت تجيب يعني كل قصتك عندها، بس من لاين اولاني ولاين تاني. طيب زي ما قلنا بقى انك انت المفروض بتكتب اول حاجه المعادله بتاعتك عشان هي جزء من الدرجه. المعادله سهله جدا وعبيطه جدا، انت عارف ان الاتش، نكتب بس كده بلون تاني يكون واضح اكتر عشان محدش يعني تلخبط ولا اي حاجه. الاتش بتساوي لك التيار مقسوم على 2 باي في اتجاه الار، افتح قوس الاتجاه بتاع الكرنت اللي اصلا مديهولي اللي هو ماشي في اتجاه الموجب واي، يعني اي واي بس ما نستعجلش، كروس الاي ار. قصتك كلها معتمده على الاي اي والفيكتور بتاع الار. الاي اي هو اصلا يعني الحمد لله جايبها لك على طول في اتجاه الموجب واي، يعني ساعتها كأني بقول موجب اي واي على طول. نيجي بقى للار. الار زي ما قلنا في عرفنا بيكون عبارة عن الخط العمودي الواصل ما بين نقطة الدراسة والسورس بتاع الفيلد، يعني حاجة بالشكل ده، بحيث تكون طالعة من السورس وراح ناحية نقطة الدراسة. السورس بتاعي هو اللاين ده كله او الواير ده كله او السلك ده كله، ودي نقطة الدراسة ساعتها، فكأني رايح من السورس للستادي بوينت، فساعتها حاجة بالشكل ده. الانترسكشن بوينت دي طبعا انت عارف ان اوريجن بوينت احداثياتها صفر صفر صفر. هنا النقطة جنرال ساعتها سالب واحد واي واحد، وزي ما قلنا انك انت بتجيب النقطة الاسقاط العمودي يعني، فساعتها كأنك بتحط احداث الواي هو نفسه بتاع النقطة الأولانية، فساعتها كأنه سالب واحد صفر واحد، اللي هي اصلا نفس النقطة اللي مديها لك. ولكن بقى في الامتحان ممكن يقول لك انا عايز الاتش مثلا عند نقطة سالب واحد سالب خمسة سالب اربعة، فساعتها كنت هتكون مضطر انك انت تجيب المعادلة الجنرال او احداثات الجنرال بتاعت اي نقطة على اللاين، وساعتها تقول له بقى ان احداث الواي نفسه بتاع الواي. فخلي بالك انك انت لازم تكون مداركك موسعة شوية. طيب الاربع ساعتها بتساوي لك النهاية ناقص البداية، صفر ناقص سالب واحد يعني ساعتها موجب واحد اي اكس، صفر ناقص صفر بصفر، صفر ناقص واحد بسالب واحد اي زد. حلو جدا، نكمل بقى كده مع نفسنا. دلوقتي بقى انا عايز اعمل حاجات دي بوبايه كده عشان اجيب الاي ار، يبقى انت محتاج اول حاجه مقدار الار، واحد سكويرد زائد واحد سكويرد يعني روت اتنين فيثاغورس يعني. طيب دلوقتي بقى انت عايز الاي كاب ار، فدي بتساوي لك الار فيكتور على الار العاديه، فساعتها في الاخر هتلاقي الكلام ده كله طلع لك بيساوي كام، طلع لك بيساوي لك واحد على روت اتنين
في اتجاه الـ AX ناقص 1 على روت 2 في اتجاه الـ AZ. في المسألة هو كان مديك الكارنت بيساوي لك 50 أمبير، الـ I بتساوي لك 50 أمبير. كده انت عندك كل الداتا اللي اتعوض بيها مباشرة في المسألة دي الحمد لله. عندك ال H، عندك ال I، عندك ال 2 باي اصلا ثابت معروف، ال R كمقدار بتساوي روت 2، عندك ال vector بتاع ال AI وال AR. عايزين بقى نعوض الكلام ده كله ونشوف ساعتها يطلع لي رقم كام او vector ايه. دلوقتي بقى انت عايز تعمل cross لل AI مع ال AR، فساعتها هتقول له انك انت بترسم الدياجرام الحلو ده X في Y في Z ساعتها، وكلهم ماشيين counter clockwise وعكس عقارب الساعة. دلوقتي بقى تقول ساعتها انك انت عايز تضرب ال AI اللي هي بتساوي AY في ال AR اللي هي اللوكشة الجميلة دي يعني، وتشوف النتيجة هتطلع لك ايه. نمسك أول حاجة كده، عايز تضرب ال AY في 1 على روت 2 AX. 1 في 1 على روت 2 ساعتها هيطلع لك ب1 على روت 2. ال AY في ال AX، أنت كنت ماشي في ال Y ورايح لل X. السهم ده عكس الأسهم بتاعة ال A بتاعة عكس عقارب الساعة، فساعتها هيطلع لك سالب AZ، عشان انت عارف انك انت لو مشيت وقلت ساعتها ان الاتجاه بتاعك عكس الاتجاه المفترض فساعتها بتحط اشاره سالبه. ده حتى من بقى المومنت والعزم بتاع ميكانيكا واستاتيكا والكلام ده. طيب نفس الكلام بقى هنا، ال AY مضروبه في سالب 1 على روت 2 AZ، يعني ساعتها انت كنت اول حاجه تضرب المقدار في المقدار، يعني ساعتها 1 سالب 1 على 2، يعني ساعتها سالب 1 على روت 2. نشيل بس الباكت ده مش محتاجينه دلوقتي. ال AY في ال AZ، AY في ال AZ بالشكل ده، انت ماشي من هنا رايح هنا نفس الاتجاه بتاع ال counter clockwise او عكس عقارب الساعة، يعني ساعتها إشارة زي ما هي موجبة الحمد لله و AX، فساعتها كأنك قلت موجب AX بالشكل ده. خد الواحد على روت 2 common factor ساعتها يطلع لك 1 على روت 2 في سالب AZ ناقص AX. كانت الحمد لله خلصت. ساعتها بقى جالك واحد وقال لك ان هو بقى عنده كل حاجة عايز يعمل تعويض مباشر. عوض تعويض مباشر يا عم الحاج. ال I ب50، 2 في باي في روت 2 مضروبة في 1 على روت 2، افتح بقى قوس سالب AZ ناقص AX، يعني ساعتها كان يطلع لك المقدار مضروب في الاخر في دايركشن سالب اي زد وسالب اي اكس، يعني ساعتها في الاخر هيطلع لك حاجه بالشكل ده، حاجه في سالب اي زد وسالب اي اكس. الرقم ده بقى زي ما قلنا اللي هو عباره عن الكرنت ابو 50 مقسوم على 2 في باي في ار اللي هي بروت 2، والكلام ده كله مضروب في 1 على روت 2 بتاع اصلا الكروس برودكت. الكلام ده كله اضربه على حاسبة ساعتها يطلع لك 50 على 4 باي تقريبا، يعني كان 12 ونص على باي، وباي تقريبا بتساوي 3، يعني ساعتها يطلع لك حاجة فعلا قريبة من 4، يعني 3.98 فعلا. حسابات من انت على حاسبة عيش مع نفسك. كده انت جبت الفيلد بتاع الايه اللاين الاولاني، اعمل نفس الكلام مع اللاين التاني مع بعض الاختلافات. ايه الاختلافات دي يا عم الحاج؟ ان هو قال لك ان اللاين ده الكارنت بتاعه ماشي في اتجاه سالب الاكس، يبقى كده اللاين في اتجاه الاكس، يعني انت كارنت ماشي في اتجاه سالب اكس، يعني كده طبعا اللاين هيكون اورينتد او موجود ناحيه الاكس دايركشن، ساعتها كانه هيكون بارل للاكس، يعني اللاين هيكون ساعتها حاجه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وقال لك ماشي فيه 50 امبير في الاتجاه ده اللي هو ساعتها في اتجاه سالب اكس، وقال لك انه بيمر بنقطه 0 سالب 1 سالب 1، يعني ساعتها انت عارف اكس متغيرة، فالمعادلة الجنرال بتاعت اي نقطة عليه اكس سالب 1 سالب 1. ودلوقتي انت عايز الكلام ده كله عند origin point، بس انت برضه عيش مع نفسك. هي اصلا نفسها بالظبط المسألة الواير الاولاني، ولكن الفرق ان هو قال لك ان اللاين هيكون اتجاهه مختلف وشكله مختلف، وبرضه بتجيب مش عارف بقى المسقط العمودي، ومش عارف بقى تجيب النقطة بتاعت الانترسكشن، ودي ناقص دي عشان تجيب الدايركشن. عيش مع نفسك. احنا بس عشان مش عايزين نطول وقت الفيديو عشان الناس بتشتكي، حلها مع نفسك وفي الاخر هتطلع برضو بنفس تقريبا الخطوات بالظبط بتاعت الخط الاولاني يعني،
مبدئيا كده زي ما قلنا، لما يجيب لك مسائل ماجنتيك عامه وفيها كذا واير، لو انت بتتلخبط ارسم سكتش لكل واير لوحده وهات له اتش لوحده، وبعد كده جمع كله مع بعض. وطبعا خلي بالك كويس جدا من انك انت وانت بتعمل كروس برودكت اكس واي زد كلهم في اتجاه كاونتر كلوك وايز. طب مثلا لو رو وفاي وزد كلهم برضه في اتجاه كاونتر كلوك وايز، لو انت لقيت نفسك انك انت وانت ماشي بالكروس برودكت عكسهم، ساعتها حط اشاره سالب. هنيجي بقى كده لتركه حلوه، ودي جت عليها مساله اظن في الشيت او مساله في امتحان سابق. anyway جت عليها مساله وخلاص. دلوقتي احنا بس عايزين نعرف ايه الانتو بيج والاوتو بيج كونفنشن ده، علشان ساعات بيكون مفيد يعني كتكنيك يعني في الرسم وكده. ولنفترض ساعتها ان انا عندي دايره بالشكل ده، او عندي بلين بالشكل ده، وعندي فيه سلك اهو، وقلت مثلا ان هو فيه تيار طالع بالشكل ده في اتجاه الزد الموجب، وجالك واحد وقالك ساعتها ان هو عايز يرسم لك البلين ده بس من ناحية البلان فيو، يعني ساعتها كأنه كده طرب طيارة وبص لتحت، فهو عايز ساعتها بقى يرسم البلين ده هو شكله يكون ايه بالظبط. فاحنا عارفين انك انت لما تبص كبلان فيو يعني بالاكس واي زد بلين، ساعتها بيبان لك حاجه بالشكل ده اللي هو الجراف العادي اللي احنا كنا متعودين عليه من زمن الزمن، اللي هو ساعتها المفروض بيكون اكس هنا وواي هنا. طيب دلوقتي بقى انا عارف ان الخط ده لما نبص عليه من فوق هيبقى تقريبا عامل كأنه دايره صغيره بالشكل ده. لان اصلا عارف ان الواير ده في الاخر عباره عن سلندر، عباره عن اسطوانه، ولكن الكروس سكشن بتاعه صغير جدا جدا جدا، فكاني بهمله. ولكن المفروض ساعتها ان انا جبت مايكروسكوب، قلت ساعتها عشان بس ما احطش نقطه كده وخلاص فمش هيكون ليها معنى، هعتبره كان دايره كده، لكن تكنيكلي بيكون الثيكنس صغيره جدا جدا يمكن اهملها. طيب دلوقتي بقى للاسف الشديد انا عارف ان انا لما رسمت البلان بالشكل ده الزد اكسس بقى كانه طالع لي بره البيج، يعني ساعتها ممكن اقول ان في ال2 دي اتجاه الزد الموجب بيكون بره الصفحه. يعني ساعتها تخيل ان دي ورقه، هلاقي ساعتها ان كان الزد او الاكس بتاع الزد ده ساعتها كان طالع بره الصفحه كده، كان ساعتها باظص في وشي، كان ساعتها عامل زي الخازوق كده طالع في وشي. طيب ولكن بقى هلاقي ساعتها ان المفروض الاتجاه السالب بيكون كانه داخل جوه الصفحه، كاني كده وقفت هنا وجبت حاجه زي دريل كده او متقاب وقعدت تنخز بقى جوه مش عارف بقى الصفحه ولا جوه الشاشه ايا كان. فبالتالي ممكن اقول ان في حاله ال 2 دي النيجاتيف زد دايركشن بيبقى داخل جوه الصفحه انتو بيج او داخل جوه الشاشه ايا كان يعني. طيب دلوقتي بقى لو عايز امثل بقى ايه الكارنت بتاع البتنجانه دي او بتاع السلك ده، هلاقي ساعتها ان هو في اتجاه الزد الموجب، يعني ساعتها كانه طالع بره، يعني ساعتها كانه اوت اوف بيج، اهو بقى برمز لها بدايره كده وجواها نقطه. فساعتها ممكن اقول ان الاوت اوف بيج برمز لها بدايره وجواها نقطه. طب بقى لو جالك واحد تاني ومثلا بس نغير اللون كده عشان محدش يزهق، وقال لك ان هنا في واير تاني والكرنت بتاعه في اتجاه الزد السالب مثلا، وسي مثلا ان الموقع بتاعه طلع حاجه هنا، او ده ساعتها يكون في اتجاه الزد السالب، يعني كانه جوه الصفحه، كان ساعتها جايب متقب وعمال انقر جوه الصفحه او جوه الشاشه ايا كان، يعني انتو بيج. برمز له بقى بايه؟ بدايره وجواها اكس، يعني كان لما جبت المتقاب فكاني عملت اكس كده وعمال بقى اتقب في النص بالظبط. يعني باختصار لو انا لقيت ساعتها انه جايب لي اكس واي بلين وجايب لي فيها دوائر كده وقال لي ساعتها دايره اكس ودايره منقطه، اعرف ساعتها ان هو قصده ان انا لما ارسم 3 دي بلين هلاقي ساعتها ان الكرنت بتاع ده ماشي في اتجاه الزد السالب انتو بيج، فساعتها كانه ماشي كده، وده ساعتها كانه ماشي اوت اوف بيج يعني طالع كده. احنا قلنا الكلام ده كله عشان هو اساس مساله مهمه جدا، كتعويضات عبيطه تتحل في سطر واحد، ولكن بس فكرتها الوحيده في الانتو بيج اوت اوف بيج كونفنشن، او الاصطلاح بتاع الانتو بيج اللي هو ساعتها كاني ماشي في اتجاه زد دايركشن السالب يعني اكس كده، اوت اوف بيج اصطلاحا او كونفنشن يعني طالع وكانه يعرف اتجاه الزد الموجب، يعني ساعتها كاني دايره وجواها نقطه بالشكل ده. مساله بالشكل ده عبيطه جدا، مديني
اربع دوائر اللي فيهم اكسات واللي فيهم دوتس. انا طبعا عارف ان هو لما يجيب الاكس واي بلين وفيهم دوائر منقطين او مكرسين جواهم كروسس يعني، بس ساعات عارف ان هو اكيد بيقول لي ان في الاصل ده عباره عن 3 دي بلين اكس واي وزد، ولكن ساعتها انا عشان اوفر على نفسي في الرسم رسمت بلان فيو واي حاجه اكس يعني ساعتها انتو بيج، يعني ساعتها كاني غارس جوه في اتجاه السالب زد، لكن اي حاجه منقطه كان اوت اوف بيج ساعتها كان طالع في اتجاه الزد الموجب يعني طالع بره اوت اوف الشاشه او البيج ايا كان. طيب دلوقتي بقى قال لي انك انت عندك سلك A و B و C و D X dot X dot into page out of page into page out of page. طيب قالك بقى ساعتها ان البعد ما بين A و B بيساوي B C C D D A كلهم بيساوي 0.1 متر. طيب ولكن الكرنت اللي في كل سلك من دول بيساوي 200 امبير. قال لك انا عايز بقى ال H هنا بالظبط. مبدئيا كده زي ما قلنا اول خطوه انك انت بتجزأ المساله لمجموعه اشكال منفصله وتجيب الاتش بتاع كل شكل على حده. دلوقتي انت عايز الفيلد عندي ايه، يبقى كده طبعا هيخش معاك الفيلد بتاع واير بي واير سي واير دي. لحد هنا كويس جدا. دلوقتي هنمسك واير بي ده. اول حاجه زي ما قلنا بكتب القانون، القانون بتاعي انا ببقى حافظه وعلى جزء من درجه. على فكره دكتور عادل قال لي يكتب القانون ويسكت وما يكملش المساله ياخد تقريبا درجه. طيب دلوقتي واي على 2 باي ار في اي اي في اي ار، الاي اي هو اتجاه الكرنت. اسال نفسي هو الكرنت بتاعي بتاع بي يعني او بتاع بي عشان محدش يتلخبط بتاع واير بي انتو بيج ولا اوت اوف بيج، هو يا ترى جوه الصفحه ولا خارج من الصفحه. هنا في نقطه نقطه يعني اوت اوف بيج يعني ساعتها كانه طالع بره يعني كأنه في اتجاه الزد الموجب، فيبقى حاجة بالشكل ده. طيب نيجي بقى نجيب الار. الار زي ما قلنا اصطلاحا بتكون دائما ابدا عبارة عن خط عمودي بيوصل ما بين السورس ونقطة الدراسة، يعني هيكون الخط ده اكيد طبعا بداهة وبيكون كاتجاه طالع من السورس ناحية نقطة الدراسة، يعني حاجة بالشكل ده. احداثيات النقطه دي هي واقعه على الاكس اكسس واقعه على الواي اكسس، يعني ساعتها احداث الاكس بتاعها بيساوي صفر والواي بيساوي 0.1 عشان قال لك ان كل الابعاد دي 0.1 متر من A ل B 0.1 متر. وهنا اصلا دي الاوريجن بوينت يعني صفر صفر. والار بتساوي لك انت عارف طبعا ان اي فيكتور بتجيبه بيساوي نقطه النهايه ناقص البدايه، صفر ناقص صفر بصفر، صفر ناقص 0.1 يعني نيجاتيف 0.1 طبعا في اتجاه الاي واي عشان انت عارف انك انت طرحت واي كوردينيت يعني ساعتها حاجه بالشكل ده. طيب دلوقتي بقى المفروض ده ار فيكتور. طب الار العاديه بتساوي لك كام كمقدار 0.1؟ طب الاي كاب ار بتساوي لك ايه؟ بتساوي لك ده على ده يعني سالب اي واي. وقال لك ان الكرنت بيساوي 200 في كل السلوك، يعني ساعتها هتحط له مكان الاي هنا 200 امبير وهنا 2 باي مضروبه في ار ده ساعتها 0.1 يعني اي اي بموجب اي زد اي ار بسالب 0.1 سوري بسالب اي واي عشان اجيب الاي كاب ار مش الار بس. وساعتها في الاخر بعوض واخلي بالي طبعا ان انا بعمل كروس لده مع ده، فما انساش طبعا برسم الكونفنشن بتاعي ان هو اي اكس اي واي واي زد وبمشي في كله كاونتر كلوك وايز بالشكل ده عكس عقارب الساعه. وطبعا اي حاجه كاونتر كلوك وايز ساعتها بحط لها اشاره موجبه. اسال نفسي يعني دلوقتي كنت في الزد ورايح ناحيه الواي، فساعتها كاني مشيت عكس الكونفنشن عكس الاصطلاح، فساعتها كاني حطيت اشاره سالب، فساعتها هيديني سالب اي اكس وهنا في سالب اصلا، فسالب في سالب بموجب، فساعتها كاني طلع بموجب اي اكس، فطلعت ساعتها حاجه بالشكل ده. اعمل بقى ساعتها نفس الكلام مع السي ومع الدي، بس تلاقي مع السي الموضوع مختلف شويه، انك انت عندك اول حاجه هنا انتو بيج داخل جوه البيج، ساعتها هتلاقي ان الاي اي عند السي بيساوي لك سالب اي زد. تاني اختلاف انك انت هتلاقي ساعتها انك انت عشان تجيب الار هتلاقي النقطه دي احداثياتها كام؟ سهله جدا، انت عايز البعد ما بين الاي والسي. اقول لك على حاجه اسهل وهتزعل نفسك. احداثيات النقطه دي هي ماشيه على الاكس اكسس 0.1 وماشيه على الواي اكسس 0.1، فدي احداثيتها.
طبعا دي origin point 0 0، فساعتها r vector بيساوي لي طبعا انت عارف ان اي r بيكون طالع من السورس ناحيه نقطه الدراسه، فساعتها end point اللي هي 0 ناقص 1 يعني ناقص 0.1 يعني سالب 0.1 في اتجاه ال x، ونفس الكلام بس بالنسبه لل ay. ساعتها بقى تلاقي الموضوع سهل، يعني الار لوحدها بتساوي لك 0.1 squared زائد 0.1 squared كله تحت روت طبعا، فساعتها لما احسبها على حاسبه هتطلع لي تقريبا بروت 2 على 10 او 0.1 اللي هي 1 على 10 في 2 يعني ايا كان، عشان بس نبسط بدل الفراكشنز كتير الدبوبيه دي. طب الاي ار بتساوي لك بقى ايه؟ بتساوي لك الار فيكتور مقسوم على الار، يعني ساعتها هيساوي لك سالب اي اكس على روت 2 عشان 0.1 هتطير 0.1 يعني لما اقسم، ونفس الكلام في الناحية التانية سالب a كاب y مقسومة على روت 2. ساعتها بقى اعمل له تعويض، انت عندك كل الداتا ساعتها بقى اظبطها له هنا في المعادلة، وفي الآخر عيش مع نفسك وهاف فن واستقنيس واطلع لك كل حاجة زبادي بالخلاط. هتحط له مكان i ال 200 امبير و 2 باي زي ما هما، والار هتحط له مكانها ال 0.1 روت 2. طيب دلوقتي بقى تقول له انك انت عايز ال AI اللي هي سالب AZ كروس ال AR ساعتها اللي هي بتساوي سالب AX على روت 2 او كوساين 45، لو انت هتشتغل بقى ساين وكوساين وكده، لكن انا ما افضلش تشتغل بكده، خلي كله بالبوينتس احسن حاجه على الكارتيزيان بلين رايح دماغك. وفي الاخر كروس برودكت عادي جدا طبعا زي ما قلنا AX AY AZ كاونتر كلوك وايز موجب، لو انت لقيت نفسك انك انت ضربت حاجه في حاجه في اتجاه معاكس ساعتها سالب، عيش بقى مع نفسك كده اعملها مع نفسك وفي الاخر هيطلع لك الناتج بتاعك، واعمل نفس الكلام مع الواير دي ده، وجمع في الاخر كل الحاجات دي كلها مع بعض، بتجمع كل مركبات الاكس وكل مركبات الواي وكل مركبات الزد، ساعتها هيطلع لك في الاخر حاجه كبيره كده هو الفيلد الكلي عند نقطه ايه. هي بس فكره زي ما قلنا في حاجه واحده اللي هو الاصلاح بتاع انتو فيج اوت اوف فيج، لكن غير كده مساله نورمي جدا وعبيطه جدا واسهل جدا حتى من المساله اللي فاتت. نيجي بقى لتاني شكل عندنا وهو على فكره شكل حلو جدا، وهو بتاع الفاينايت واير او الواير المتناهي الطول. مبدئيا كده عشان بس نعرف يعني ايه انفينيت ويعني ايه فاينايت، هو فيزيكلي واقعيا مفيش حاجه اسمها انفينيتي، ولكن انا بعمل ابروكسيميشن لانفينيتي. يعني دلوقتي مثلا لو عندي سلك، قول مثلا السلك ده عباره عن ترانسميشن لاين خط نقل مثلا زي من الاسوار سد عالي لحد القاهره، فمثلا يكون طوله حوالي 800 كيلو، يعني 800 في 10 اس موجب 3 متر، وجالك واحد يقول لك ان هو عايز يجيب الماجنتيك فيلد بتاع الترانسميشن لاين ده او خط النقل ده هنا مثلا على بعد 1 سنتي، يعني 1 في 10 اس سالب 2، فساعتها اصلا هلاقي ان السنتي ده بالنسبه لل 800 كيلو الممتدين من اسوان لحد مثلا القاهرة وأيا كان عدد كبير جدا جدا، فأنا كأبروكسيميشن بعتبر كأن طول الخط انفينيتي. فعشان كده ساعات ممكن يعني يقول لك زي ما عمل في امتحان سابق أظن 2015 ولا كده، يقول لك مثلا إن الـ R دي أصغر بكتير جدا من الـ L أو من الطول بتاع السلك، يعني ممكن الدكتور يجيب لك في الامتحان إن هو واير ويقول لك ساعتها إن الـ R اللي أنت عايز تحسب عندها اصغر بكتير جدا من ال، فساعتها اقول له دي كنايه عن كلمه انفينيت، وساعتها بتحاول كده انفينيت عاديه جدا، عشان دكتور عادل كان اكد على الجزئيه دي في المحاضره اللي فاتت انك انت ما عندكش حاجه اسمها انفينيتي بالمعنى المتبادر، ولكن انت عندك ابروكسيميشن لانفينيتي. نيجي بقى للفاينايت واير ساعتها اللي هو فعلا الحاله الواقعيه اللي كنت ساعات بعمل لها ابروكسيميشن على انها انفينيت. دلوقتي انت هتعمل نفس خطوات الانفينيت واير بالظبط بحذافيرها بكل حاجه مع اختلاف واحد، حدود التكامل. بدل ما كنت بتعملها من سالب انفينيتي الموجب انفينيتي، هتعملها من حاجه اسمها زد واحد لحد زد اتنين، عشان انت عندك سلك فاينايت متناهي الطول ليه بعدين معينين معلومين، يعني مثلا قال لك ان زد واحد عند مثلا واحد، ولكن زد 2 مثلا عند 5، فساعتها عارف ان زد 2 ناقص زد 1 4، فاصلا ما ينفعش تعمل ابروكسيميشن الاربعه كانها ايه؟ حاجه يعني مهوله دبوبيه انفينيتي. فباختصار هنجيب المعادله اللي احنا كنا جبناها او التكامل اللي احنا جبناه في الاخر ده، وهنبدل بس حدود التكامل بتاعته ونشوف ساعتها نوصل لانهي نتيجه ونحل كام مساله حلوين من الشيتات ومن الفاينالات السبعه. احنا كنا وقفنا عند التكامل ده اللي كنا ساعتها بنقول هو من سالب انفينيتي موجب انفينيتي،
وكنا ساعتها احط هنا مكان سالب انفينيتي صفر واضرب كله في 2. احنا مش هنعمل كده بقى، هنخليها زي ما هي بالظبط. الاي والار و4 باي طلعوا بره طبعا التكامل، وهنا كانك بتكامل دي زد بالنسبه لزد سكوير زد ار سكوير او رو، ما غلطناش في البخاري يعني، دي نوتيشنز مختلفه للراديوس يعني بتاعت زد الاسطوانيه، عيش مع نفسك. وفي الاخر بتكامل زي ما قلنا بالنسبه لزد 2 وزد 1، انت كملت خلاص وبتعوض بقى. هتحط لنا زد 2 مره وهنا زد 1 بره مره، والاربعه والاثنين هتخرجها بره ساعتها، فكانك بتقول ار على اربعه والاثنين ساعتها يعني 1 على ار، هتطلع في اخر الاكسبريشن بالشكل ده. طبعا دي دمها تقيل ساعتها ونوعا ما رخمه وفيها كل العبر. فجالك واحد ساعتها وقال لك طب انا عندي فكره حلوه جدا اريح بيها دماغي واريحكم يعني بيها معايا، ولنفترض ساعتها ان فعلا هو ده الواير بتاعي فاينايت، ودي النقطه عايز اجيبها عندها الفيلد، هنا زد واحد زي ما قلنا وهنا زد اتنين، وانت عارف ان المفروض ساعتها البعد العمودي ما بين النقطة دي والفاينايت لاين، أو حقيقة الإكستنشن بتاع فاينايت لاين، لأن أصلا ده ممكن ساعتها ما يكونش مكمل حد تحت. فأنت ساعتها كأنك بتقول أصلا إن أي رو في الدنيا أصلا تعرفها في الإحداثيات الأسطوانية هي المسافة العمودية على الزد أكسس. طب ما أصلا ممكن يكون الفاينايت لاين بتاعك أصلا مش معدي كل الزد أكسس أصلا، فأنت كأنك بتفرض إكستنشن ليه، قال يعني كأنه بيد الزد أكسس محور زد يعني. وفي الاخر بتقول ان الرو بتاعتك هتكون حاجه بالشكل ده، فساعتها هي دي الرو بتاعتي او الار بتاعتي زي ما قلنا، ما غلطناش في البخاري والله يعني، الاثنين واحد. طيب وانت بقى ساعتها عارف ان المفروض الطول ده كله، طبعا انت عارف ان هو المفروض ساي هنا عند صفر، فالطول ده كله بيساوي لك زد واحد. لو خدنا بقى ساعتها الطول ده هتلاقي ساعتها ان هو بيساوي لك زد واحد سكويرد زائد رو سكوير مقسوم على او كل تحت سكوير روت. طيب لو جالك واحد قالك افرض ان الزاويه دي اسمها ثيتا، لا الزاويه اللي المفروض بيعملها مع بدايه الخط، وجالك واحد وقالك طب عايز اجيب ساين ثيتا، ساين ثيتا بتساوي ايه؟ بتساوي لك الاوبوزيت اللي هو ساعتها المفروض زد واحد مقسوم على اللوكشه الجميله الكيوت الطعمه الحلوه دي اللي هي ساعتها زد 1 باور سكويرد يعني زائد رو سكويرد كله تحت الروت، او كله باور ايه؟ باور هاف، ما غلطناش في البخاري برضه، روت او باور هاف الاثنين واحد. فساعتها يطلع لك هي نفسها اصلا الاكسبريشن اللي موجوده كنتيجه لحلك للتكامل. فساعتها ممكن اشيل له دي كلها واقول له ساين ثيتا 1 اللي هي الزاويه اللي بيعملها مع بدايه الخط، بدايه الخط ثيتا 1 ونهايه الخط اسميها ثيتا 2. فساعتها ممكن احول له الكلام ده كله على انه مطروح ساينات زوايا. فساعتها في الاخر ممكن اقول له ان التكامل بتاعي حاجه بالشكل ده، اي على 4 باي ار مضروبه في ساين ثيتا 2 اللي هي الثيتا مع النهايه، النهايه اسمها 2، ناقص ثيتا 1 اللي هي البدايه اللي هي 1، والكلام ده كله في اتجاه الاي فاي، او زي ما قلنا احسن حاجه تقول ساعتها ان هي اتجاه الاي اي كروس الاي ار عشان تريح دماغك، وعشان برضه انت عايز تعمل تعميم للمعادلة دي أصلا، عشان تقريبا في الامتحانات كلها بتجيلك حاجات معممة، فلازم تكون معود نفسك على الحالة العامة. طيب يعني باختصار الخطوة الوحيدة أو الخطوتين اللي احنا عملناهم، إنك أنت أول حاجة التكامل بتاعك اللي أنت كنت عملته في الأول خالص هتخليه من زد واحد زد اتنين وتحله وهتطلع في آخر الإكسبريشن دي. تاني حاجة بس أنا بس زوم أوت كده للبيج يعني، عشان برضو لما عاوز زوم أوت ساعتها السكتش ده يعني يظهر. تاني حاجة انك انت تقول انك انت هتشيل كل اللوكش اللي دمها تقيل دي وتحط مكانها ثيتات او زوايا. فساعتها هتلاقي انك انت مثلا لو الخط بتاعك هو ده اصلي اعمل له اكستنشن يعني كأنه هو بقيت الزد اكسس، وقلت ساعتها انك انت عارف ان دايما الرو او الار الاتنين واحد هي الخط العمودي بالشكل ده على الزد اكسس. قول بقى ساعتها انك انت هتقيس مره الثيتا 1 ومره الثيتا 2 وعوض بقى ساعتها هنا، وهتلاقي ساعتها بقت ساين ثيتا 2 هي ساين النهايه من ساين البدايه. بص بقى سر لجميع المشاهدين ان المعادله دي برضو دي يجوز لك تطبقها في الامتحان دايركت ما لم يذكر خلاف ذلك، يعني لو في الامتحان كده لقيت مساله فيها شويه فاينايت وايرز وقال لك ساعتها احسب لي الفيلد سكتم بوكتم مالش حاجه تانيه، طبقها على طول. لو الدكتور قال لك استنتج درايف ديدوس قال لك اي حاجه بمعنى اشتق، فساعتها امرك بقى لله
اعمل الخطوات from scratch، ولكنها سهلة جدا على فكرة، ما فيهاش أي حاجة. طيب دلوقتي عايزين نكتب الكلام ده كله بشكل محترم، وبعدها بقى نحل مسائل، عشان الفكرة دي بالذات عليها كمية أفكار حلوة جدا ومش عايزين نضيعها. وبإذن الله حتما يقينا أكيدا لازم تيجي فكرة تبعها في الفاينل بإذن الله تعالى. دلوقتي عندي فاينايت واير في الحالة العامة بالشكل ده، وعايز دلوقتي أطبق المعادلة دي. زي ما قلنا اي ار دائما ابدا بتكون عباره عن الفيكتور العمودي من نقطه الدراسه على السورس بتاع الفيلد. دي حاجه مفروغ منها خلاص، وزهقنا منها من ايام دكتور محمد مختار والكولوم والكلام ده. واتجاهها بيكون منين بقى؟ بيكون المفروض من السورس نقطه الدراسه. طيب والاي اي زي ما قلنا المفروض ساعتها هو اتجاه سريان التيار، يعني ساعتها المفروض هيكون يقول لك في اتجاه موجب اكس، موجب واي، موجب ديبوب يا راي، هيقول لك الاتجاه وخلاص، حاجه بالشكل ده مثلا. ده فكده احنا جبنا الاي اي خلاص. الاي ار بقى ببساطه انت جبت له ار، هات له المقدار بتاعها واقسم ده على ده، هيطلع لك الاي ار. نيجي بقى لثيتا 1 وثيتا 2، بيجيبهم ازاي؟ اقول لك يا عم الحاج، مش انت اصلا كده كده خلاص رسمت العمودي على الخط؟ ايوه. دلوقتي حدد البداية والنهاية. طب السؤال بقى، البداية منين والنهاية فين؟ شوف التايب بتاعك بادئ منين ومنتهي منين. انت خلاص رسمت السكتش بتاعك ايا كان، والتايب بتاعك مثلا مفترض جدا ان هو ماشي بالاتجاه ده، بس انت تلاقي ان البداية بتاعتك هنا عشان هو بادئ من هنا، فساعتها دي هتكون ثيتا 1، وتلاقي النهاية هنا، فساعتها دي هتكون ثيتا 2. ولكن بقى قاعدة عامة، لو لقيت ان الخط بتاعك قاسم لك الواير بالشكل ده، فساعتها بقى عندك ثيتا في اتجاه وثيتا في اتجاه تاني، فانت دلوقتي متلخبط. يعني انت دلوقتي عايز تقيس، انت دايما هتقيس الثيتا منين؟ هتقيسها كده طبعا من الريفرنس بتاعك اللي هو الخط العمودي ده. فثيتا 2 هتقيسها كده، وثيتا 1 هتقيسها كده. السؤال بقى، مين موجب ومين سالب؟ اقول لك يا عم الحاج، الزوايا هتقيسها في اتجاه كلوك وايز. بمعنى دلوقتي ثيتا 2، اسال نفسك هل هي في اتجاه كلوك وايز؟ ايوه، يبقى هي هتكون موجبه عادي جدا، عشان هي مش عكس الاتجاه المفروض. انت عارف ان اي حاجه مع الاتجاه المفروض موجبه، لكن اي حاجه عكس الاتجاه المفروض سالبه. الزاويه بقى ساعتها كلوك وايز في الحالة دي، فساعتها هتكون ثيتا 2 في الكيس دي موجبة عادي جدا الحمد لله. لكن بقى هتلاقي ساعتها ان الثيتا 1، انا عارف دايما الثيتا المفروض بتتقاس منين، بتكون من عند الريفرنس بالشكل ده، فالمفروض ساعتها هتكون الزاوية كده كده كأنها ماشية عكس عقارب الساعة، يعني مش كلوك وايز، فساعتها كأن الثيتا 1 للأسف الشديد سالبة. طب عايزين مثال تاني برضه عشان أكد جدا على موضوع الزوايا والكلام ده كله، عشان الواحد عايز بقى دول عظمة يعني من التريكات اللي هتيجي على الجزئية دي. خط بالشكل ده، برسم النورمال اللي هو ساعتها المفروض هيكون الار، وده الاتجاه بتاعه، وطبعا عارف ساعتها بيكون عندي ثيتا 1 ثيتا 2. لو قلت ان الكرنت بتاعه، ولنفترض جدلا بقى ان هو ماشي كده، يعني بص ناكس بقى نازل كده، فساعتها الاقي ان المفروض ثيتا 1 او البداية هتكون هنا، فدي هسميها ثيتا 1. ولا ساعتها بس بعد تغيير اللون طبعا ان ثيتا 2 ماشيه كده، فساعتها دي ثيتا 2. وانا عارف ان اي زاويه لما بتتقاس تقاس ساعتها من الريفرنس بتاع العمودي، فساعتها كان المفروض الزاويه بتاعتي ماشيه في الاتجاه ده، وكان بتاعه الثيتا 1 ماشيه في هذا الاتجاه. اسال نفسي مين فيهم كلوك وايز ومين كاونتر كلوك وايز؟ اي حاجه مع عقارب الساعه موجبه، اي حاجه عكس عقارب الساعه سالبه. ده ماشي كده، يعني عقارب الساعه كلوك وايز، فساعتها ممكن اقول ان ثيتا 1 موجبه. طب ده بقى ماشي عكس عقارب الساعه، فساعتها هيكون بالسالب. يعني باختصار اي حاجه كلوك وايز موجب، اي حاجه كاونتر كلوك وايز سالب. يعني اول حاجه ابدا القياس بتاع الزاويه بتاعتك من ار. لو لقيت ساعتها ماشيه كلوك وايز يبقى ساعتها حط اشاره موجبه، يعني خلي ساعتها الثيتا زي ما هي. لكن لو كاونتر كلوك وايز ساعتها يبقى حط سالب. طب ولنفترض بقى جدلا عندي واير بالشكل ده، عشان برضه هيقابلنا كتير شويه في بعض المسائل. يعني
وساعتها لقيت ان الكرنت بتاعي ماشي كده. هلاقي ساعتها ان البداية هتكون يعني طبعا فوستافرس انت محتاج انك انت تجيب ايه، تجيب الار، ده ساعتها بيكون عمودي على الداكس يعني الاكستنشن بتاعه، وبيكون ساعتها طالع من السورس اللي هو كأنه اكستندد او ممتد هنا وماشي كده. طيب ساعتها بقى انت عايز تعمل ايه بقى؟ انت عايز تجيب البدايه والنهايه. البدايه هتكون عند بدايه الخط او من اول ما الكرنت اصطبح كده وطلع، والنهايه هتكون هنا. دلوقتي انت عايز الزاويه بتاعه البدايه، فمبدئيا كده بالصلاه على النبي طبعا انت خلي بالك انك انت بتبدا دايما القياس من الار. الار هو الخط الجميل الكيوت الممتد ده. دلوقتي انت عايز الزاويه بتاعه البدايه، فدي هيكون اسمها ثيتا 1 وهتكون شامله الجزئيه دي كلها. لكن بقى بتاعة النهاية هتكون شاملة الجزئية لحد الخط ده بس، وهتكون المفروض ثيتا 2. اسأل بقى نفسك، ثيتا 1 ماشية في أنهي اتجاه؟ عكس عقارب الساعة ولا مع عقارب الساعة؟ دي ماشية عكس عقارب الساعة، فساعتها لما أعوض بالثيتا 1 هتبقى قيمتها سالبة. طب الثيتا 2؟ هنا بقى خلي بالك، الثيتا 2 ساعتها هتلاقي إن هي إيه؟ هتلاقي ساعتها إن هي برضو عكس عقارب الساعة، كاونتر كلوك وايز او انتي كلوك وايز، يعني ساعتها برضو هتكون بالسالب. يعني باختصار ليلتك كلها في الثلاث خطوات دول. ابدأ الزاوية بتاعتك كحساب من الار وارسم السهم بتاعها. اي حاجة كلوك وايز مع عقارب الساعة حطها كموجب، اي حاجة كاونتر كلوك وايز ساعتها حطها بالسالب. طب ده يفرق معايا؟ يفرق معايا جدا. احنا عارفين من ايام المدارس انك انت لو عندك اي ساين وقلت ان هي ساين سالب ثيتا، فدي بتساوي لك طلع السالب بره ساين ثيتا. فساعتها لو قلت ان الثيتا واحد مثلا حاجه بالسالب، فساعتها كاني بقول سالب ساين سالب ثيتا 1، يعني سالب سالب ساين ثيتا 1 يعني موجب ساين ثيتا 1، فساعتها كاني بدل طرح بقى في موجب هنا. فخلي بالك كويس جدا من موضوع الزوايا ده. وعامة هنحل برضو مسائل ان شاء الله، ولكن الله يكرمك الثلاث خطوات دول عايزك كده تبروزهم وتحضرهم وانت نايم، عشان دول اصلا بتلعب عليهم كتير جدا، وبالاخص الشكل ابن اللذين الاخير ده. طب بقى لو جالك واحد وقال لك ان هو عايز يعمل ابروكسيميشن، ازاي يعني؟ يعني قال لك ان هو عايز يعمل ابروكسيميشن للفاينايت واير ده كانه انفينيت، فساعات عارف كان ايه بالظبط الحاله ايه؟ عشان برضو الناس تبقى مطمنه للقانون. انا دلوقتي لو واخد النهايه بتاعتي لحد الاخر خالص، لا ساعتها ان انا كل ما انزل كل ما الثيتا 1 بتزيد 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 لحد ساعتها توصل لي كام درجه؟ لحد ما توصل لي المفروض لحاجه زي 90 درجه، يعني ساعتها كان المفروض زاويه ثيتا 1 عاملة 90 درجه بالشكل ده. طب بقى والكلام ده لو بقى للنهاية، هتلاقي برضو انك انت ماشي كده 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 على تقيس الثيتا بتاعتك لحد ما وقفت، لحد بقى وقفت هنا، فساعتها كأن برضو حاجة بالشكل ده. يبقى الثيتا 1 بتاعتك في الاتجاه ده والثيتا 2 في الاتجاه ده. اسأل بقى نفسك مين كلوك وايز مين انتي كلوك وايز او كاونتر كلوك وايز. هتلاقي ساعتها انك انت المفروض، طبعا عارف ان دي هتساوي لك اي على 4 باي ار، ما اختلفناش، لكن بقى مش كافي في الساينات والكلام ده كله. ساين ثيتا 2، ثيتا 2 هتكون ماشيه لك كلوك وايز يعني موجبه، يعني تعوض بيها عادي جدا زي ما هي، وهي اصلا كانت ب 90 درجه، ساعتها تقول ساين 90 درجه. طب بقى تحت هتلاقي ساعتها انك انت ايه السهم ده كان ساعتها بيدور لك كاونتر كلوك وايز عكس عقارب الساعه. عقارب الساعه ماشيه كده يا جدعان، عكس عقارب الساعة، فساعتها كأنك بتقول سالب ثيتا 1 يعني سالب 90، يعني كده بتقول ساعتها ساين سالب 90، يعني كأنك بتقول سالب سالب ساين 90، ساعتها كأنك بتقول موجب ساين 90. فتلاقي ساعتها دي زائد دي 1 زائد 1 يعني بتساوي 2، يعني اي على 4 باي ار مضروبة في 2، يعني ساعتها كأن الاتنين مع الأربعة هتديك 2 بالشكل ده. وده فعلا كان القانون بتاع الانفينيت واير اللي احنا كنا متعودين عليه. يبقى للمسألة دي مسألة 2017، مسألة حلوة على فكرة وفيها أفكار حلوة، والدكتور لو جابها 2019 إن شاء الله هي سنتنا هيجيبها، بس ببلوت تويست أو تعديل صغير جدا، بس طبعا هيكون يعني اللي هو تعديل دراستيك أو هيكون فعلا محور للمسألة.
هيغير لي فعلا طريقة الحل 180 درجة إن شاء الله. مديك حاجة بالشكل ده، مديك سيمي انفينيت واير، قال يعني كأنه هو ممتد من سبب انفينيت لحد ساعتها موقف لك لحد هنا، وبعد كده فاينايت واير مكمل هنا عادي، وبعد كده في الاخر سيمي انفينيت مكمل هنا عادي لحد ما ايه، لحد برضو انفينيتي. يعني باختصار هيكون عندك سيمي انفينيت واير هنا وسيمي انفينيت واير هنا، شبه انفينيت لكنه مش انفينيت كامل عشان بينتهي برضو عند نقطة معينة، وعندك فاينايت واير اللي هو الضلع ده. اخلي بالي الواير بيكون عبارة عن خط مستقيم مش معوج، فانت لو عندك اي بروكن لاين بتحوله لتو فاينايت وايرز عادي جدا، فخلي بالك كويس جدا من الجزئية دي. ما عندكش اي بروكن لاينز، انت عندك كلها ستريت لاينز، فساعتها ممكن واحد يقول لك ان دي كلها على بعضها واير واحد، لا هي حقيقة ثلاث وايرز. طيب الموضوع بيس جدا. دلوقتي بقى لك عايز الفيلد الكلي، ولكن الكارنت ماشي في الاتجاه ده. مبدئيا كده اول حاجة بتقسم المسألة على حدة، وفي الاخر بتجمع كل الفيلدات مع بعض. نيجي للاين 1، زي ما قلنا اول حاجة انك انت عارف المعادلة بتاعتك تبقى حاجة بالشكل ده، ولكن لازم طبعا تجيب الايه، الرو او الار. بتجيبها ازاي؟ انك انت بترسم عمودي للبي او نقطة الدراسة على يا اما اللاين بتاعك يا اما الامتداد بتاعه ساعتها لو هو مش وصلك لحد البوينت. الله، ده انا لما مديت اللاين بتاعي لقيت نقطة الدراسة واقعة عليه بالظبط. لو كانت هنا كنت اقول اه ساعتها ان اجيب البعد العمودي كده، او لو كانت هنا كنت اجيب البعد العمودي برضو هنا. لكن انا في الحالة دي لقيت ساعتها ان للاسف الشديد، او مش للاسف الشديد يعني الحمد لله، ان نقطة الدراسة واقعة بالظبط على الاكسس بتاع اللاين، يعني البعد العمودي عندها يعني بيساوي صفر. أيعقل؟ وانت اصلا عارف انك انت لو عندك اي خط مستقيم وعايز فعلا تستفيد منه كفيلد لازم تكون واقع بعيد عنه بشوية، لكن لو انت واقع عنده بالظبط ساعتها خلاص هي اصلا مفيش حاجة اسمها فيلد عندك، فساعتها تقول له ان الواير اولاني، وبرضه حتى بتاع ده يعني اللي هو المفروض الخامس، هتلاقي ساعتها ان الفيلد بيساوي لك صفر، لان ساعتها اصلا ده ايه، واقع بالظبط على الاكسس، فاصلا المعادله بتاعتك doesn't make sense اصلا. انت المعادله بتاعتك اصلا كنت فاكر ساعتها النقطه بتاعتك بعيده عن الاكسس، لكنها طبعا على الاكسس بالظبط اصلا، فكأن مفيش حاجه اسمها فيلد اللي هو not found اصلا. فساعتها يبقى لك 2 و3 و4 بس تحسبهم. طيب دلوقتي بقى، ولنفترض فرضا جدلا انك انت عايز تشتغل على 2، بتعمل ايه؟ زي ما قلنا بترسم اول حاجه عمودي على السورس بتاع الكارنت اللي هو نفسه السورس بتاع قصدي الكوندكتور اللي هو شايل الكارنت اللي هو السورس بتاع الالكتريك فيلد، ودي هتكون الار بتاعتك. اتجاهها فين؟ هيكون اتجاهها ماشي بالشكل ده، طالع من السورس ماشي كده. طيب دلوقتي بقى انت عايز تعوض له في المعادله دي البعد ده، او اول حاجه تجيب الفيكتور ده بيساوي لك ايه؟ دلوقتي انا هفترض جدلا كاني واخد الاوريجن بوينت هنا، وكان هنا احداثي اكس وهنا احداثي واي، فساعتها انا عارف ان انا هي واقع على بعد سنتي واحد كاحداثي اكس، لكن الواي بتساوي صفر وهنا برضو صفر صفر، فساعتها انا عارف النقطه بتاعتي او الفيكتور بتاعي بيساوي لي النهايه ناقص البدايه، واحد ناقص صفر ساعتها، فكاني بقول اي اكس وصفر ناقص صفر ساعتها كاني ما بكتبهاش اصلا. طب لو جالك واحد وخدك الاوريجن بوينت من هنا ولا من هنا ولا من هنا، برضه هيطلع في الاخر الار بنفس القيمه دي، لانك اصلا بتجيب الديفرنس، وانت لما بتجيب الديفرنس من اي حاجتين اصلا ما يهمكش الريفرنس خالص. طيب والار بقى لوحدها هتساوي في الاخر واحد، ولكن اخلي بالي ده هنا بدلاله السنتي، ولازم كل تعويضاتي تكون بدلاله المتر، فساعتها اقول له ان المفروض الار دي تكون مضروبه في 0.01 عشان سنتي مش متر، وهنا ار بتاعتي كمقدار بقى بتساوي 0.01. طب بقى الاي كاب ار سهله جدا، بتساوي ده على ده، هي ساعتها بتساوي اي اكس على طول. طيب ساعتها بقى انا خلاص جبت له الحمد لله اي اصلا مديها لي، المفروض بيكون جيفن يعني، قال لك 8 امبير باين، والفور باي جبتها والرو جبتها
والاي رو جبتها. الاي اي دلوقتي الكارنت بتاعي ماشي كده باين جدا في اتجاه الاي الواي الموجب، ساعتها ممكن اقول ان الكارنت بتاعي على طول في اتجاه الواي الموجب، فبرضه جبت دي الحمد لله، واتنين كروس مع بعض بقى بعيش مع نفسي. نيجي بقى للثيتات، ساين ثيتا 2 ناقص ساين ثيتا 1، ثيتا 2 هي النهاية 1 هي البداية، برضو الموضوع هيكون سهل جدا بالنسبة لك بإذن الله. ليه؟ دلوقتي احنا قلنا انك انت بتبدأ القياس دايما من عند ال R ومرة عند البداية ومرة عند النهاية. البداية بتاعتك هتكون عند ثيتا 1، دي أصلا طبقة بالظبط على ال R، فكأن ثيتا 1 بتساوي صفر. هنا بقى هتلاقي ثيتا 2، ثيتا 2 بقى تلاقي ساعتها انك انت عشان بتقيس طبعا بتبدأ من عند ال R فماشي في الاتجاه ده. اسأل بقى نفسك انت ماشي انهي اتجاه، كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز، مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة؟ انت هنا ماشي كلوك وايز يعني مع عقارب الساعة، فساعتها بتحط الثيتا 2 موجبة عادية زي ما هي. قيمتها بقى ايه؟ ده 1 سنتي، والبعد ده برضو ب1 سنتي. انت عارف انك انت لو عندك اي مثلث قائم الزاويه رايت انجل كده، وهنا ده بعد 1 سم و1 سم، ساعتها اللي عارف ان الزاويه دي بتساوي 45، يعني حاجات بديهيه جدا من الهندسه بتاعت اعدادي مدرسه مش هندسه كمان. فساعتها ثيتا 2 هتساوي لك 45 وثيتا 1 هتساوي لك 0. عوض بقى يا معلم وعيش مع نفسك عادي جدا. ففي الاخر طلعت لك حاجه بالشكل ده. هنا بقى خلي بالك انت عايز تعمل كروس، زي ما قلنا كروس دايما بتكون هنا احداث الاكس احداث الواي واحداث الزد، بتمشي في اتجاه عكس عقارب الساعه او كاونتر كلوك وايز اللي هو انتي كلوك وايز برضه. واسال نفسك انا دلوقتي كنت عارف عند الواي وراح ناحيه الاكس، مشيت عكس الكونفنشن عكس الاصطلاح، فساعتها بحط اشاره سالبه فيبقى سالب اي زد. محدش لخبط بين ان الكاونتر كلوك وايز بيديني موجب في الفيكتورز وانه بيديني سالب في الزوايا، دي حاجه ودي حاجه الاثنين منفصلين عن بعض، عشان دي ساعات من الحاجات اللي بتلخبط الناس. انت وانت بتجيب الفيكتورز في بال وانت بتجيب الزوايا في بال تاني خالص، فعشان كده افصل الاثنين عن بعض ما تدخلهمش في بعض الله يكرمك، علشان هتلاقي ان الدكتور كده هيستعجب من عظمه الديب ويب اللي في الورقه ان شاء الله بتاعتي وبتاعتك وبتاعت مصر كلها لو احنا لخبطنا ما بين الاصطلاحات دي. يعني في الاخر بقى عيش مع نفسك، جبت انت الحمد لله اتش بتاعت البتاعه دي. نيجي بقى للخط الثالث ده، نفس الكلام انت برضو خلاص حفظت الحمد لله الار عمودي بالشكل ده واتجاهه من السورس لحد نقطة الدراسة، وساعتها انت عارف ان الكلام ده كله ده بعده قال لك ان هو بواحد سنتي يعني 0.01، فساعتها هتلاقي ان الار بتساوي لك، خلي بالك بقى انك انت لازم توحد الريفرنس، يعني انت واخد الاوريجن بوينت صفر صفر هنا، فلازم تفضل ماشي عشان ما تتلخبطش مع نفسك في حل المسائل على نفس الريفرنس. الله يكرمك يعني، معلش سامحني. دلوقتي دي نقطة صفر صفر، انت هنا طلعت كام؟ هنا انت طلعت سنتي وانا طلعت سنتي، فساعتها كأن يحدث النقطة دي 0.01 عشان يعني دلالة السنتي، ده كله 2 سم ودي ساعتها تكون لوحدها سنتي. طب ودي بقى كانك نزلت من الواي 0.01، فساعتها كان 0 و0.01 اصلا انت لسه جايبها من شويه. الار فيكتور بيساوي لك النهايه ناقص البدايه، يعني سالب طبعا 0 ناقص 0.01 يعني سالب 0.01 في اتجاه الاي اكس، سهله جدا وحلوه جدا، ونفس الكلام مع الواي، بس بقى مع الواي ربنا كرمك الحمد لله. دلوقتي بقى احنا عايزين نجيب الفيكتور ار، بجيبه ازاي؟ زي ما قلنا الموضوع سهل جدا، انت محتاج اول حاجه تجيب بدايه ونهايه الخط. انا فاضل ان الاوريجن بوينت هنا زي ما قلنا، افرضها في مكان ما يعجبك لكن يستحسن تفرضها في مكان كويس وما تلخبطش نفسك. انت لو طلعت هنا كانك طلعت في اتجاه الواي، فساعتها كانك زدت سنتي، فساعتها كان الاكس بتاعتك ما اتغيرش لكنك بقيت 0.01 اللي هو يعني 1 سنتي بس بالمتر، ف 0.01 متر يعني. ومشيت هنا 0.01 برضو بس في اتجاه الاكس، فساعتها كاني قلت 0.01 0.01 نزلت. فانت لما نزلت كانك قليت اتجاه الواي بتاعك 0.01، فساعتها كان اتجاه الاكس زي ما هو 0.01 والواي بتساوي صفر. بطريقة اخرى انت هنا كنت عند صفر صفر، مشيت في اتجاه الاكس 0.01 ساعتها طلعت لك البتاعة دي.
الارض بقى بتساوي لك ايه؟ النهايه ناقص البدايه. دلوقتي دي النهايه بتاعتك، انت عارف كده بتكون ماشي كده على طول من السورس لنقطه الدراسه، دي ناقص دي بصفر، لكن دي ناقص دي بسالب 0.01 في اتجاه ال AY. كتشيك بقى ال AY بتكون عموديه، وفعلا هتلاقي ان الفيكتور بتاعك في اتجاه عمودي، عشان لو طلعت مثلا معاك اكس يبقى انت كده غلطان، فراجع كويس جدا. وتشيك ده على فكره يعني بيساعد جدا في المقاسات في حاجات تبوبيه يعني زي كده. طب بقى الار العاديه بتساوي لك ايه؟ بتساوي لك 0.01 لوحدها. طب ال AR بتساوي لك ايه؟ ده على ده، يعني ساعتها بتساوي سالب AY. عوض بقى هنا ال I ب 8 امبير، هو كله في نفس البتاع عشان كلهم متسايسين مع بعض، ال 4 باي زي ما هي، الرو والله هو هنا يعني راجل كرمك وقال لك ان هي فعلا 0.01 زي ما احنا كنا جبناها او R. وال AI بتساوي لك بقى ايه؟ الكرنت بتاعك ماشي كده، فكأنه ماشي في اتجاه زيادة ال X، فساعتها الكرنت بتاعك بيساوي لك موجب AX. فانت كده الحمد لله جبت له في طقة واحدة ال AI وال AR. فاضل بقى الثيتات. البداية بتاعتك هتكون فين دايما؟ التيار بتاعك ماشي فين؟ وشوف بدايته ماشي من هنا، فبداية حياته عند الفاينايت لاين ده من هنا. وبتقيس ازاي؟ طبعا زي ما قلنا دايما من العمودي او الار كده، وهسميها مثلا ثيتا 1. ونفس الكلام بس مع الناحية التانية بقى، مع بعض الاختلافات البسيطة، انك انت مثلا هتلاقي انك انت هنا خلاص طلعت كده، وهنا تقيس ثيتا 2، وطبعا زي ما قلنا دايما من الار بالشكل ده. هنا بقى خلي بالك الزاويتين اكيد طبعا هيساوي 45. ليه؟ مثلث قائم الزاويه ده 1 سم ده 1 سم، لكن بقى السؤال مين الموجب ومين السالب؟ الكلوك وايز موجب والكاونتر كلوك وايز سالب، اللي مع عقارب الساعه موجب، يعني ساعتها تلاقي ان ثيتا 2 موجبه، يعني هنا تحط موجب 45 عادي جدا، ساين موجب 45 عادي جدا. لكن بقى ثيتا 1 كاونتر كلوك وايز عكس عقارب الساعه، فتحطها سالبه، فساعتها كأنك بتقول سالب ساين سالب 45. فساعتها عارف الاخر هتطلع لك ايه؟ ساين 45 ناقص ساين سالب 45، يعني ساين 45 زائد ساين 45، اللي هو حاجة بالشكل ده يعني. تعويض مباشر طبعا اهبل جدا، وخلي بالك كويس جدا طبعا ان دي كلها تطلع لي بكام؟ بساين 45 زائد ساين 45، عشان زي ما قلنا كده كلوك وايز انت كلوك وايز مهمين جدا. طيب ساعتها بقى في الاخر هتقول له انك انت عايز كروس برودكت، برضه عيش مع نفسك في كروس برودكت عشان بس ما نطولش في الفيديو، وفي الاخر هتلاقي انك انت جبت له كل حاجه بسلام آمن. طب دلوقتي بقى عايز اجيب اللاين 4، برضه سهله جدا وعيش بقى مع نفسك فيها، اعملها برضو بالخطوات وفي الاخر هتطلع لك بتساوي نفس القيمه بتاعه واير 2، عشان اصلا تلاقي الاتنين دول ماشي فيهم نفس التيار. لا هتلاقي ساعتها المفروض دي ماشي فيها التيار في الاتجاه ده، وهنا ماشي التيار في الاتجاه ده، وهتلاقي ساعتها اتنين نفس الطول وليهم نفس البعد عن نقطة بي. فقاعدة عامة، لما انت بتلاقي شكلين متماثلين والكرنت في واحد منهم عكس اتجاه التاني لكن نفس المقدار، الاتنين ليهم نفس الفيلد. عايز باش بقى سيمتري والكلام ده كله وتحلها بالخطوات عادي جدا، لكن نمبر قاعدة عامة لو انت عندك شكلين اول حاجة متشابهين او متماثلين، تاني حاجة ليهم نفس البعد بالظبط عن نقطة الدراسة، تالت حاجة في اتجاهين معاكسين، واحد على اليمين والتاني على الشمال مثلا، واحد فوق والتاني تحت، رابع حاجة الكرنتات اللي فيهم opposite كدايركشن لكن ليهم نفس المقدار، يبقى النتيجة بتاعتك ان الاتنين هيكون ليهم نفس الفيلد على طول. بيني وبينك بلاش ام السيمتري دي، وحلها في الاخر مسألة عادية جدا بدل ما تتلخبط يعني والكلام ده كله. طب دلوقتي بقى نفترض ساعتها ان جت تركة دبوبية والدكتور شفت لك النقطة دي، يعني بي كانت موجودة فين؟ كانت موجودة هنا، وقال لك مثلا هي بتبعد عن الخط ده بواحد سنتي. ساعتها بقى الله يعينك على ما بلاك، لانك هتاخد خط واحد وخمسة في الاعتبار وتحسبهم، بس قاعدة عامة وانت بتحسبهم بقى دلوقتي هتقول طبعا انك انت خلاص بقى حفظت الار بتاعتك، هتكون المفروض حاجه بالشكل ده وهيكون طالع كده، وانت عايز تجيب ثيتا 1 وثيتا 2. ثيتا 1 هتكون بعيده خالص هنا، فكانك عند زاويه 90 درجه،
وطبعا دايما بتقيس من هنا، ده عكس عقارب الساعة كاونتر كلوك وايز يعني سالب، فسالب 90. هنا بقى هتلاقي ساعتها انك انت عايز ثيتا 2، فهتمشي كده برضو كاونتر كلوك وايز او عكس عقارب الساعة، فتحط له ايه، فتحط له سالب الزاويه اللي هنا اللي هي هتطلع 45، عشان ده 1 سنتي وده 1 سنتي ورايت انجل يعني، فساعتها كان برضو 45، فكانك هتحط مكان ثيتا 2 سالب 90 وثيتا 1 سالب 45، وعيش بقى مع نفسك. فخلي بالك كويس جدا من التريكه دي، الدكتور ممكن في امتحان السنه دي يشفت لك دي هنا، فساعتها طبعا هتعيد الحسابات من جديد طبعا عشان هتلاقي الزاويه اختلفت، وهتلاقي طبعا في الاخر انك انت ايه عايز تجيب له برضو الفيلد بتاع نقطه بتاع واير واحد وواير خمسة. في مسألة بقى جت في الشيت برضو، مسألة عبيطة جدا، يمكن أهبل كم، يمكن كليفل أسهل بكتير من المسألة اللي فاتت. قال لك إن هو عنده ريكتانجل بالشكل ده، لوب كده عبارة عن مستطيل أو مربع أيا كان، قال لك سكوير يبقى خلاص هو مربع، وقال لك ساعتها إن كل أضلاعه كده متساوية عشان هو مربع، وقال لك إن بيمر فيه نفس الكارنت. فقال لك ساعتها إن هو عايز الفيلد عند بالظبط المركز بتاع الريكتانجل ده. موضوع سهل جدا على فكرة، تعليق مباشرة نفس برضو الفكرة عبيطة جدا، ولكن يستحسن تستخدم موضوع السيمتري، بمعنى هات الفيلد للاين واحد واضربه في اربعة عشان تلاقي ساعتها ان كل ما، بس خلي بالك بقى من حاجة، ايه الحاجة دي؟ لو انت بتتلخبط في السيمتري افكس للموضوع ده وحل بالمعادلات، في الاخر هتلاقي المعادلات كلها بقت شبه بعض تقريبا، في الاخر هتلاقي تقتنع ذاتيا بموضوع السيمتري، وهتلاقي في الاخر برضه انك انت بتجيب الفيلد اربعه في الفيلد بتاع اي واحد منهم والسلام. ولكن عاده الدكتور ما يجيبش مسائل ريكتانجل زي كده، هو لو جاب مسائل جاب زي احنا كنا شفناها قبل كده، يمكن بالعكس بتكون مسائل حلوه عشان نوعا ما بتكون درجاتها كتيره وخطواتها قليله شويه، محتاجه بس تركيز. ولكن احنا طول الفتره دي كنا بنتعامل مع حاجات 2 دي تقريبا، يعني احنا المساله بتاعت الفاينل دي كنا ساعتها فرضين ان الوايرز بتاعتنا ليها حداثات اكس وواي بس، مساله الريكتانجل ليها برضو احداثي اكس وواي بس. طب بقى لو مديني ريكتانجل مثلا لكنه على شكل 3D، يعني مثلا كان هو مديني حاجة بالشكل ده ريكتانجل هو اللي ايا كان، ودي مسألة فاينل على فكرة، وقال لك ساعتها ان هو عايز النقطة عند حاجة في الزد، فساعتها كان اجبرك تشتغل على 3D. المسألة دي هتعامل معاها ازاي؟ والله هي مسألة حلوة جدا، ولكن هي نوعا ما معتمدة على فكرة كنا خدناها في الهندسة الفراغية بتاع ثانوية عامة، ولكنها برضه فكرة بديهية على فكرة أصلا، يعني إيه مش صعبة، ولكن ممكن المسألة لما تخض الواحد ما يعرفش يفكر كويس بيها عشان ضغط الفاينل وكده، لكنك كنت قاعد مع نفسك في البيت ممكن تفكر فيها عادي جدا وتوصل لها إن شاء الله. يعني لو أنا عندي بلين أو مستوى أيا كان، ولنفترض بقى إن المستوى ده عليه خط مستقيم معين، والخط ده مثلا اسمه AB، وجيت لك مثلا عند النقطة دي وخدت لك عمودي بالشكل ده، بس نغير لونه عشان ما حدش يتلخبط، وسميت النقطة دي سي، وجالك واحد تاني مفتري بقى وقال لك انا هاخد بقى عمودي على البلين كله من سي، يعني حاجة بالشكل ده، وسميتها نقطة دي. وجالك بعد كده بقى وقال لك ان هو هيوصل لك نقطة دي دي بالانترسكشن بوينت ما بين الخط ده والخط ده، انا هسمي الانترسكشن بوينت مثلا ولنفترض اي، يعني كده خط سي اي عمودي على اي بي، والسي دي عمودي على البلين كله بالشكل ده، يعني هي زاوية اهو بالشكل ده عمودية. وجالك بقى واحد وقالك ان هو هيوصل لك ما بين التو انترسكشن بوينتس، او ما بين الدي لو خط البراين ده وانترسكشن بوينت اللي هنا، قاعدة عامة بقى ساعتها تلاقي ان الدي اي عمودية برضو على الاي بي. يعني بنلخصهم ساعتها في التلات نواتج دول، لو السي اي بيربنديكولار لاي بي والاتنين دول كونتيند او مجتمع او ساعتها موجودين في بلين كامل، وانت خدت لاين عمودي على البلين ده، ساعتها تلاقي ان الطرف بتاع اللاين ده الانترسكشن بتاعه مع الاي بي عمودي برضو عليه، يعني تلاقي ساعتها ان الدي اي برضو عمودي على الاي بي. او قاعدة عامة، لو انت لقيت اي حاجتين من هنا يبقى التالتة هتكون موجودة،
يعني مثلا ممكن، ودي اصلا هتكون فكرة المسألة اصلا، انك انت لو عندك ان دي اي عمودية على الاي بي، وعندك فعلا ان السي دي ده عمودي على البلين كله، يبقى ساعتها ممكن تقول له انت مستريح ان فعلا السي اي عمودية على الاي بي. نيجي بقى لمسألة 2016. هو كان ببساطة قال لي ان في سكوير، ومفروض ساعتها لو محطوط في الاكس واي بلين، هو ساعتها عايز نجيب له الماجنتيك فيلد عند نقطة معينة على زد اكسس، يعني الاحداث بتاعها ساعتها يكون 0 0 زد. هو كان بصت عليا المسألة في 2016، وكان المفروض كان مديني علاقة، وقال لي فعلا اثبت لي العلاقة دي، لكنها لو جات لنا ان شاء الله السنة دي الدكتور هيجيبها اولا رقمية، وتاني حاجة طبعا من غير علاقة. فعشان كده نخلي بالنا من الفكرة دي، عشان هي فكرة حلوة نوعا ما، ومن العيار التقيل، ولكنها بإذن الله تكون سهلة يعني للي يفهمها كويس. مبدئيا كده احنا عارفين انك انت لو عندك اي سكوير، يكفيك انك انت تجيب الفيلد بتاع الضلع بتاعه واضرب في 4. عايز تتعب نفسك ساعتها لو انت من نوع الموسوس قهريا من السيمتري، عيش مع نفسك. فالمهم دلوقتي مثلا ونفترض الجدول ان انا عايز اشتغل على الضلع ده وعايز اجيب له الفيلد، زي ما قلنا دلوقتي انت عارف انك انت اول حاجة بترسم عمودي من النقطة بتاعة الدراسة على الخط اللي المفروض عايز اجيب الفيلد اللي هو بيديهولي الخط ده يعني. طيب، وزي ما قلنا دايما الاتجاه بيكون منين لفين؟ دايما ابدا بيكون طالع من الخط ومتوجه ناحية نقطة الدراسة، يعني حاجة بهذا الشكل الجميل. طيب دلوقتي بقى كنا ساعتها بنقول انك انت محتاج تجيب له ايه؟ محتاج تجيب له الار فيكتور، ومنها بقى بتجيب المقدار بتاع الار، وبعد كده بتجيب المقدار بتاع الاي كاب ار، وكنت بتحتاج تجيب له الاي اي، وبتقعد بقى ساعتها بالكلام ده كله، ولكن طبعا بعد ما تجيب الثيتا 1 برضو والثيتا 2. نمشي واحدة واحدة. انا دلوقتي عشان اجيب اي حاجة فيها ار محتاج اجيب الانترسكشن بوينت دي. السؤال بقى اجيبها ازاي؟ هنا بقى القاعدة أو النظرية اللي احنا كنا قلناها بتاعة الهندسة الفراغية هتخبط على الباب. دلوقتي النظرية هتقولك بص يا عم الحاج، دلوقتي مش ممكن اعتبر السكوير ده كله على انه بلين؟ ممكن طبعا، اصلا قال ان هو على الاكس واي بلين اصلا. طب دلوقتي لو انا رسمت خط بالشكل ده بس نغير اللون بحيث ان هو يقع على الزد اكسس، مش انا عارف ان اي خط واقع على او اي نقطه يعني واقع على الزد اكسس المسقط بتاعها في البلين هيكون هو الاوريجين بوينت؟ ايوه الكلام ده احنا عارفينه برضو من ايام المدارس. انت دلوقتي عندك النقطه كلها على الزد اكسس، فكده السقط بتاعها على البلين هيطلع لك حاجه ايه كاوريجين بوينت. طيب مش انا ممكن اقول له ان الخط ده انا عايزه عمودي على الواير، يبقى لازم برضو ان المسقط ده يكون عمودي على الواير، يعني ساعتها لو غيرت اللون هيبقى حاجة بالشكل ده، لان النظرية اللي احنا كويس استخدناها كلهم يعني عموديين على بعض. يعني الانترسكشن بوينت بتاعة الخط الاخضر مع الازرق هي نفسها بتاعة الخط البرتقاني مع الازرق. حلو جدا لحد هنا. دلوقتي بقى تخيل الموضوع بتاعك بقى 2D، انسى بقى 3D وكلام الديب ويب ده، وعايز تجيب الانترسكشن بوينت بتاع الخط الاورنج مع الازرق، او حتى مساحه الاخضر عشان محدش يتلخبط كمان. دلوقتي هو قال لك ان من حسن حظك يعني ان البتاع ده كله متسنتر عند اوريجين بوينت، فساعتها والطول بتاعه اسمه ايه، فساعتها كاني بقول ان الطول هنا والطول هنا بيساوي بعض، وكل واحد بيساوي ايه على 2. وبرضه نفس الكلام، يعني دلوقتي اصلا عارف ان ده ان الاوريجين بوينت اصلا السكوير متسنتر عليه، هو اللي في الجيفن ان السكوير بتاعي متسنتر عند الاوريجين بوينت، فبرضه انا عارف ان اكيد الطول ده هيساوي لي الطول ده، واصلا الضلع ده كله هيساوي لي اكيد الضلع ده كله، يعني الطول ده هيساوي لي برضه كام؟ هيساوي لي ايه على 2. طيب دلوقتي انا كنت واقع عند الاوريجين بوينت 0 0 0 ومشيت في اتجاه الواي ايه على 2، فالاحداث بتاعي بقى 0 ايه على 2 0.
فساعتها كده الحمد لله جبت له فعلا الإحداثيات بتاعة نقطة الانترسكشن، صفر ايه على اتنين صفر، لأن ببساطة حاولت له رسمة كأنها حاجة 2D وقلت له ساعتها عايز أجيب الانترسكشنز. فكرة عبيطة جدا وهبلة جدا. فساعتها خلاص انت جبت له الحمد لله إحداثيات النقطة، نرجع بقى الخط الأخضر بتاعنا ولا كأننا بقى كنا بنتكلم عن سوليد جيومتري بقى وإحداثيات ومش عارف هندسة فراغية والكلام ده كله، وامتحان الديناميكا اللي اتلغى معانا كانت ناس كتير جدا مقفلاه في السنة الغابرة دي، يعني ننسى الكلام ده كله. فدلوقتي عندي حاجة بالشكل ده وخلاص، عندي بقى صفر صفر زد وصفر ايه على اتنين صفر. الار بتساوي لك ايه؟ طبعا انت عارف النهاية ناقص البداية، صفر ناقص صفر، صفر ناقص ايه على اتنين صفر ايه على اتنين اي واي، وزد ناقص صفر. طيب هات له بقى المقدار وهات له الاي فيكتور، التلاتة دول اصلا هتلاقي عليهم يعني تقريبا تلت درجة المسألة ان شاء الله. يعني نيجي بقى للساينات والكلام الجميل ده. دلوقتي نرجع لتخيلنا الوردي الجميل. انا دلوقتي عندي خط كده، عمودي على خط كده، وانا عارف ان اي زاوية بقيسها دايما منين؟ دايما ابدا بقيسها من عند الار او من عند الخط الاخضر. دلوقتي لو قال لي ان الكرنت بتاعي ماشي كده، فساعتها كأنه هيكمل كده، يعني ساعتها ثيتا 1 هتكون عند البداية هنا يعني، وثيتا 2 هتكون عند النهاية هنا. طيب وطبعا زي ما قلنا كله بيكون المفروض بتقيسه منين؟ بتقيسه بالشكل ده. طبعا ده هيكون كده يعني، ده بتقيس دايما من الار او من بتاع الاخضر ده، وبرضه بتعمل نفس الكلام فوق شوية. سيبك بقى من الموجب والسالب، احنا دلوقتي عايزين نجيب اول حاجه الساين ثيتا 1 وساين ثيتا 2. لو سالب ساعتها احط سالب، موجب احط موجب، الاشارات دي اخر حاجه يعني تشغلك اصلا. دلوقتي انت عايز تجيب الزاويه دي اللي هي ساعتها المفروض الزاويه اللي هتكون محشوره هنا ثيتا 1، دي بتساوي لك الاوبوزيت على الادجيسنت. الاوبوزيت احنا كل لسه مثبتين طوله بيساوي ايه على 2، اللي هي المسافه دي يعني ايه على 2 بس مسحناها عشان ما نسحبش الرسمه. والطول ده كله بيساوي لي بقى ايه؟ دي بقى مربط الفرس. مش انت جبت ار اللي هو الضلع الاخضر ده؟ ايوه. وده ايه على اتنين؟ ايوه. يعني ده كله هيكون هو الوتر، يعني كأن ار سكوير اللي هو الاخضر ده زائد ايه على اتنين بار اتنين. ساعتها في الاخر كان كله تحت الروت، هيطلع لك ساعتها في الاخر ان ساين ثيتا بيساوي لك الكلام ده كله، ودي رسمة يعني المثلث اللي بيتلخبط. لكن بقى الجنب التاني اللي هو بتاع ثيتا 2 هيكون نوعا ما متعب شويه، ولكن اللي فاهم اصلا الهندسه بتاعت الشكل كله مش هيكون متعب باذن الله تعالى ولا اي حاجه. ولكن طيب اصلا وانا كنت جايب علاقه الارم الاول، فهعوض جوه التعويض، فساعتها هتطلع لي علاقه جميله كده الحمد لله زي الفل. فاللي هو باختصار امشي سيستماتيك خالص، اول حاجه بجيب دلاله الار، واصلا عندي علاقه الار واعوض بيها. ساين ثيتا 2 بقى هتلاقي طلعت لك المفروض علاقة شبه العلاقة الأولانية بالظبط. ليه؟ الشكل أصلا ده باين جدا وبيصرخ لك ويقول لك ساعتها إن هو شكل سيمتريك، فأصلا هتلاقي إن الثيتا هنا بتساوي الثيتا اللي هنا، ولكن الإشارات ممكن تلعب معايا. بس يعني لو خدت الموديولوس أو فعلا القيمة من غير إشارة، ساعتها تلاقي فعلا ثيتا 1 بتساوي ثيتا 2. طيب يعني ساعتها المفروض يعني الحمد لله خلاص أنا اقتنعت ذاتيا إن أنا ممكن اجيب الار وافكها بالشكل ده وابسط اكتر، ومع التبسيط بقى الرياضي في الاخر تطلع لي العلاقه الجميله اللي بالشكل ده. دلوقتي بقى احنا قلنا الكلام ده كله واحنا مهملين الزوايا. نمسك بقى الزوايا. دلوقتي انت عشان تجيب ثيتا 1 كنت بتمشي ازاي؟ كنت بتمشي في الاتجاه ده، يعني المفروض انت دايما بتقيس من ناحيه الار ماشي كلوك وايز. كلوك وايز يعني ثيتا 1 موجبه. طيب دلوقتي بقى عشان اجيب ثيتا 2 اللي هي النهايه بتاعت الخط، هتلاقي برضو انك انت هتمشي من عند الار لحد النهايه، ده بقى كاونتر كلوك وايز عكس عقارب الساعه، يعني ثيتا 2 هتكون سالبه. يعني في الاخر هتقول له ان المفروض ساين ثيتا 2 هتبقى ساين سالب ثيتا 2 ناقص ساين ثيتا 1. اقول لك على حاجه، طير السالب بره، فسالب ساين ثيتا 2 ناقص ساين ثيتا 1.
وتعرف ان ساين ثيتا 2 لوحدها من غير سالب بتساوي ساين ثيتا 1، عشان ثيتا 1 بتساوي ثيتا 2 من شكل التماثل يعني، وفي الاخر هتلاقي حاجه بالشكل ده يعني. عوض ده يا عم الحاجه، طلع في الاخر الحمد لله كاتش. الكلام ده كله طبعا ايه كمقدار، لكن بقى دلوقتي احنا عايزين نطلع بقى بالاتجاهات. الاتجاه بيساوي الاي اي في الاي فاي او في الاي رو معلش، والاي ار. عارف طبعا انت ازاي بقى تضرب الحاجات دي كلها في بعض، والقصة بقى بتاعت مش عارف اكس واي زد يكونوا ماشيين كده وموجب سالب والكلام ده. ولكن بقى في تركة مهمة جدا عايزين نأكد عليها، ودي تركة دبوبية. احنا دلوقتي قلنا انك انت عشان ما تتعبش نفسك كنت امرك لله بتجيب الفيلد عند سايد واحد بس وتضربه في اربعة. حلو، لو واحد موسوس قهريا وجاب الفيلد بتاع اللاين ده واللاين ده واللاين ده واللاين ده وجمعهم كلهم مع بعض وكتر خطواته صفحتين ثلاثة، هيجيب الكلام كله صح ولكن هيتعب في الوقت. فاحنا قلنا خلاص يا عم الحاج هات المقدار واضربه في أربعة، ولكن ده هيعمل لي حاجة اسمها تريد اوف، يعني مفيش حاجة ببلاش، مطرح ما تدي لازم تاخد. فساعتها خلي بالك بقى من حاجة، تكنيكلي انت بتطبق طريقة السيمتري عادي جدا كمقدار، ولكن كاتجاه خلي بالك ان في مركبه ممكن تتلاشى. يعني المفروض ساعتها انك انت لو ضربت الاي اي كروس اي ار هتلاقي ساعتها في الاخر ان المقدار بتاعك او هتلاقي في الاخر الناتج بتاعك بقى حاجه بالشكل ده، مركبه في الزد وزاد مركبه في الواي. ولكن لو انت طبقت شرط السيمتري هتلاقي ساعتها ان في مركبه طارت معاك ومركبه فضلت. اعرف الكلام ده كله ازاي؟ باستخدام الرايت هاند رول. وخلي بالك الكلام ده كله احنا عملناه بس عشان احنا ايه، عملنا سيمتري وضربنا في اربعه، لكن الموسوس قهريا اللي كان جاب لي كل لاين لوحده وجمعهم كلهم مع بعض كان اصلا مش هيحتاج التركه دي خالص الحمد لله. ولكن انت عشان تنجز في الوقت وبتنجز حتى في الفهم والكلام ده كله، هات سايد واحد اضرب في اربعه كمقدار. الاتجاه بقى في مركبه هتطير، بتعرف الكلام ده كله ازاي من رايت هاند رول. احنا كنا قلنا تخيل ساعتها انك انت عندك ايد بالشكل ده، دلوقتي بقى حاول انك انت تجري صوابعك الاربعه المضمومين دول كانهم بيلفوا عشان يعملوا لك الكارنت بتاع ال ريكتانجل بالشكل ده. يعني ساعات تخيل فعلا كان الراجل كده عامل الوضعيه دي وبيلف ايده بالشكل ده. اقول لك على حاجه، تخيل ساعتها كان الصباع بالشكل ده والراجل عمال يلف في ايده عشان فعلا يضمن لك اتجاه الكرنت. احنا عارفين بالبداهة ان اي الكتر اي ماجنتيك فيلد بيكون عمودي على اتجاه الكرنت. تكنيكلي انت عارف اصلا ان الكرنت والار الاتنين بينتابوا لنفس البلين، فاصلا كأنك عملت ايه، فساعتها تلاقي الماجنتيك فيلد عمودي على الصوابع الاربعة يعني في اتجاه الابهام او الصباع اللي هو بتاع الثام ده، ساعتها تلاقي ان هو طلع لك لفوق، فتلاقي ساعتها ان الماجنتيك فيلد هيكون في اتجاه الاي زد، لكن مركبه الاي واي تتلاشى. هتلاقي ان الخط ده والخط ده الاي واي الاي واي بتاعتهم بتلاشى بعض، وده وده بيلاشوا بعض كاي واي، ولكن كلهم ليهم نفس الاي زد. فساعتها تلاقي انك انت مركبه الواي بتاعتك تتلاشى ومش هيبقى لك غير مركبه الاي زد بالشكل ده. فقاعده عامه لو انت هتستعمل السيمتري انك انت تضرب في اربعة او تضرب في اتنين او تضرب في خمسة او ستة او ايا كان، هتلاقي ساعات ان في مركبة طلعت منك. بتعرفها منين؟ بالرايت هاند رول. الديسكريبشن في فيديو حلو جدا للرايت هاند رول لو انت عايز تشوف الكلام ده كله فيزيكال، واحد فعلا بيلعب بصابعه والكلام ده كله، اتفرج عليه يعني لو انت حابب. بس اظن مش هتحتاج قوي عشان اصلا كده كده احنا معظمنا احتاج بالرايت هاند رول من ايام اصلا ثانوي عام، من اصلا ثانوية عامة والكلام ده. فبس خلاص ده كده جبت له الحمد لله ال AI cross ال AR. طبعا دي كلها هتكون مضروبة في ايه؟ هتكون مضروبة في المقدار بتاع ال H اللي هو كان بيساوي زي ما قلنا مش عارف I على 4 باي مضروبة في ساين ناقص ساين. الكلام ده كله ضربه في بعض ساعتها تطلع لك العلاقة الكبيرة دي. بسطها، وبعد ما بسطها اضربها في أربعة هتطلع له بالماجنتيك فيلد بتاع الشكل كله. فكرة حلوة جدا، ولكنها معتمدة على فكرة الهندسة الفراغية بتاعت ان ازاي يجيب فعلا الضلع صح. وتاني فكرة بيعتمد على جزئية السيمتري، انك انت لما تعمل سيمتري عشان اضلاع زي كده استخدم الرايت هاند رول عشان في مركبة هتطير منك غالبا.
نيجي بقى لشكل تاني، وعلى فكرة شكل حلو جدا ومش معقد خالص، وهو انك انت لو عندك رينج او عندك لوب وعايز تجيب الفيلد الناتج عنها. مبدئيا كده نفس بالظبط الميثودولوجي اللي كنت بتعملها وانت بتجيب الالكتريك فيلد بتاع لوب، مفيش اي اختلاف خالص، يمكن والله العظيم معادلة اسهل بكتير اصلا من معادلات حتى الفاينايت والانفينيت واير. عندك مثلا لوب بالشكل ده او رينج بالشكل ده، اللي عبارة عن سلك لكنك قفلته ببعض فعمل لك شكل دايرة. ودلوقتي انت عايز تجيب معادلة الفيلد عنده. زي ما قلنا اول حاجة انت عارف ان القانون الرئيسي بتاعك هو ده، اللي هو قانون بيوسا باور، اللي ممكن تفكه في الاخر زي ما قلنا انك انت بتشيل دي وتحط مكانها ار فيكتور وتخلي دي ار باور 3. طيب دلوقتي بقى انت عايز تجيب كل حاجة من دول، الدي ال اتجاهها ايه؟ هنا بقى خلي بالك من حاجة، الدي ال هيكون اتجاهها دوراني، يعني بتلف، يعني المفروض ساعتها في اتجاه الاي فاي زي لو احنا كنا رجعنا الفيديو الاول، وكمقدار بتساوي لي رو مضروبة في دي فاي. انا هفرض ان الرو دي بتساوي حاجة اسمها ايه، فساعتها في الاخر هلاقي ان المفروض الاي في الدي ال بتساوي لي اي مضروبة في اي دي فاي في ايه فاي. اقول لك على حاجة، دي بتاعت الدي ال بس. طيب دلوقتي بقى انت عايز تجيب بقى الار، بتجيبها ازاي؟ النهاية ناقص البداية، صفر ناقص اي بسالب اي او سالب رو، كلها رموز، فاي ناقص فاي بصفر، زد ناقص صفر بموجب زد اي زد، وقت الار فيكتور، وساعتها بقى اعمل تعويضاتك وتكاملاتك وعيش مع نفسك براحتك خالص، وفي الاخر هيطلع لك تكامل بالشكل ده. مبدئيا كده الحمد لله ربنا كرمك انك انت بتكامل بالنسبه للدي فاي، عشان انت لما خدت حاجه فيها كيرف كده فكانك بتاخد دي فاي مش دي رو، فساعتها اصلا كان كل الحاجات دي ثوابت فبتطلعها بره وبتكامل الدي فاي بالنسبه للفه كامله من صفر ل 2 باي، عشان انت عندك سيركل كامله. لكن مثلا لو هنا كان جايب لك ولنفترض جدلا يعني نص لفه، فساعتها كنت تقول من صفر ل 180 او من سالب 90 موجب 90، اتنين دوك نفس الناتج مش مشكله. anyway حاجه بتعبر عن نص لفه وخلاص مش لفه كامله، يعني الديفرنس ما بين الاثنين بيساوي 2 باي، مش بيساوي باي مش 2 باي. عيش بقى مع نفسك ساعتها وتلاقي الموضوع سهل جدا، مساله عبيطه جدا. لكن بقى نيجي للكروس ده، هنا بقى خلي بالك من حاجه، هيجي لك واحد ويقول لك بصوا يا جدعان، انا دلوقتي عارف ان المفروض هنا رو وهنا فاي وهنا زد، وانا ماشي في الاتجاه ده عكس عقارب الساعة وكانتر كلوك وايز، الفاي في الار عكس الاسامبشن، فساعتها يطلع لي حاجة بالسالب، سالب مع سالب موجب، يعني ساعتها موجب اي في اي زد. طيب الاي فاي في الاي زد، ساعتها هتلاقي الفاي في الزد في نفس الاتجاه بتاع الاسامبشن، يعني عكس عقارب الساعة برضه، فساعتها تحط له موجب زي ما هي، فساعتها موجب زد اي ار. هنا بقى تلاقي ان في حاجة، انك انت لو انت عندك شكل دوراني زي كده محتاج انك انت تطبق له ايه، تطبق له الرايت هاند رول عشان تعرف ساعتها انهي مركبه من دول هتطير. عشان خلي بالك انت دلوقتي عندك حاجه بتلف، فلو انت عندك اي حاجه بتلف هتحتاج تستخدم الرايت هاند رول. فساعتها تخيل انك انت عندك حاجه بالشكل ده، دلوقتي انت عايز ايدك تلف او صبعك اربعه يلفوا في الاتجاه ده، فساعتها تلاقي ان الفيلد بتاعك كله في اتجاه الاي زد، فساعتها كأن مركبة الاي زد بس اللي هتفضل واي مركبات تانية هتطير. فساعتها هتقول له ان المركبة بتاعت الاي ار هتطير، فساعتها كأنها بتساوي صفر، فساعتها هتبقى لك علاقة حاجة بالشكل ده، وفي الاخر بتعمل تعويض مباشر بهذا الشكل الجميل. طبعا يعني لو انت متلخبط في اي حاجة من دول ارجع للفيديو الاول، عشان احنا بس مش عايزين نطول وقت الفيديو اكتر ما هو طويل يعني، وبنعتذر عن الاطالة طبعا. طيب دلوقتي بقى في شكل مهم جدا ساعات بيحب الايه الدكتور يجيبه في الامتحان، وحتى ساعات بيكون موجود في الشيت. دلوقتي لو عايز اجيب الفيلد عند الاوريجن بوينت، يعني عند الزد بيساوي صفر، عارف دي عامله زي ايه بالظبط؟ زي ان كده اكون عندي اكس واي بلين بالشكل ده، وعايز اجيب الفيلد عند الاوريجن بوينت باعتبار ساعتها ان دي كلها 2 دي، يعني ساعتها كان شغال اكس واي بلين بس، كان ساعتها ما عنديش اي احداثيات تانية أو ما عنديش أي حاجة عمودية تانية. حاجة سهلة جدا.
بتعمل بقى ايه ساعتها؟ بتحط له في المعادله اللي انت جبتها دي زد بتساوي صفر بس. فساعتها يطلع لك المعادله ايه؟ طبعا دي بتساوي صفر، فساعتها كانك ايه باور 2 مرفوعه 3 على 2، فساعتها كاني بقول اي ايه باور 2 مرفوعه ل 2 ايه باور 3، يعني بتساوي لي اي مقسومه على 2a. طبعا كل في اتجاه الاي زد عادي جدا، يعني ساعتها كانه اوت اوف بيج بقى، يعني ساعتها كان المفروض ده طالع من بره البيج، فساعتها كانه طالع ايه؟ طالع في اتجاه الزد. وزي ما قلنا انت ممكن تحط مكان الاي رو تحط ار، مش مشكله، اللي هو الراديوس او خلاص بتاع السيركل لوب بتاعتك يعني. احنا قلنا الكلام ده عشان ممكن يجيب لك مساله بالشكل ده زي مساله الشيت، اللي هو ببساطه اكس واي بلين ومديك الشكل ده، عباره عن نص لوب وعبارة عن ثلاثة finite wires، عشان زي ما قلنا ما عندهاش أي حاجة broken، كلها حاجات مستقيمة. فساعتها كأنك بتجيب الفيلد هنا مرة وهنا مرة وهنا مرة وهنا مرة. زي ما قلنا عيش مع نفسك و have fun. احنا اكتفينا بما فيه الكفاية ازاي تجيب الفيلد الخاص بال finite lines، وموضوع الزوايا اكتفينا برضو منه، يعني اصلا مش عايزين بس نكرر الموضوع ده عشان ما نطولش وقت الفيديو. نيجي بقى للجزئية بتاعة السيركل دي. قاعدة عامة، احنا ممكن نحفظ القانون بتاع الفاينايت لاين والانفينيت لاين، لكن اي قانون تاني بشتقه، يعني ساعتها لو جابلك في الامتحان الشكل ده لازم بقى تشتق له المعادلة بتاعته. اشتق بقى ساعتها من المعادلة ال 3D وحط زد بتساوي صفر براحتك، عايز تشتق فروم سكراتش على دي براحتك، اشتقها له وخلاص. ولكن طبعا خلي بالك ان هنا عشان دي نص دايرة فهتكون الحدود بتاعتك من 0 لباي، او من سالب باي على 2 لموجب باي على 2. المهم يكون الديفرنس منه بيساوي باي وخلاص. دلوقتي انت بتشتق المعادلة عادي جدا من غير اي ديبوب يعني، وفي الاخر بتعمله تعويض مباشر وتجيب له القيمة بتاعة الفيلد من غير اي حاجة، يعني هي كلها اشكال بسيطه اصلا. وزي ما قلنا الدكتور حتى لما يحب يجيب مسائل صعبه بيجيب الحاجات الخاصه بالانفينيت لاينز والفاينايت لاينز. طب ليه الكلام ده كله؟ عشان اصلا احنا كبتوع كهربا دكتور عادل او عامه يعني بيدرس لنا الماجنتيك فيلد علشان يا اما ينفعنا في اي ام اف، في اي ام اف والجزئيه بتاعه قسم الاتصالات ان شاء الله، او يا اما ينفعنا في قسم كهربا. في كهربا اصلا ليه ساعتها ان انا عندي الديستريبيوشن او التوزيع بيتم عن طريق خطوط نقل ترانسميشن لاينز، فليه اصلا ان الترانسميشن لاين ده لازم اخد في الاعتبار الماجنتيك فيلد بتاعه، سواء مثلا اذا كان الفيلد يعني على بعد معين بيساوي كام، عشان برضو حتى في الديزاين بتاع التجمعات السكانيه لازم بخلي الترانسميشن لاينز نوعا ما بعيده عن التجمعات دي، عشان الماجنتيك فيلد لو وصل لقوه معينه ممكن لو انسان تعرض ليه بزياده والعياذ بالله يجي له سرطان في المخ يعني، عافانا الله واياكم طبعا من كل مكروه. فعشان كده الاقي ساعتها ان الدكتور دكتور عادل يعني بما انه دكتور في قسم كهرباء باور فبيحب اكتر موضوع الانفينيت وفاينايت لاينز. حتى اصلا تقريبا المساله بتاعت الارك دي او بتاعت اللوب دي كانت في الشيت بس، لكن في الامتحان عاده الدكتور بيحب يجيب وايرز اكتر. انا بقول بيحب يجيب وايرز اكتر بحكم ان هو قسم كهرباء باور، ولكن ما قلتش ان هو ما بيجيبش الاركس خالص. اتعود على كل الاشكال، ولكن خلي بالك من الاشكال بتاعه الوايرز او السلوك سواء انفينيت او فاينايت، عشان محدش يعني يلبسني يقول في حسيت ان انا غبت جزئيه من المنهج. انا بقول احتمالات لكن ما بقولش حاجات يقينيه. طبعا احنا بقى كده فاضل لنا الحمد لله فكره حلوه، وبعد كده هنقول كده على نوعيه مسائل هي نادره قوي لكنها ساعات بتيجي، وبعدها الحمد لله نكون خلصنا بيو سافار او خلصنا بالاحرى 30% من فرع الدكتور عادل عبد المنعم من غير اي مبالغه. بقى نيجي لمثال، وعامه المثال ده سهل جدا وبيعتمد اكتر على تطبيق رايت هاند رول اكتر من اي حاجه تانية. قال لك دلوقتي ان هو عنده لوب بالشكل ده فيها تيار 3 امبير ونصف قطر بيساوي 5 سنتي، وعنده لاين بالشكل ده بيبعد عن مركز اللوب ب 10 سنتي، يعني من هنا لحد هنا 5 سنتي ومن هنا لحد هنا برضه 5 سنتي. وقال لك ساعتها ان هو عايز التيار اللي يمشي هنا عشان يخلي لك الفيلد اللي عند الاوريجين بوينت او عند السنتر بتاع اللوب معلش بيساوي صفر. مبدئيا كده انت عايز ان المحصله بتاعه الاتش الخاصه باللوب دي
وبتاعة اللاين دول اتنين صوصف، دي حاجة بديهية. السؤال بقى اجيب الكلام ده كله ازاي؟ هنا بقى انت خلاص يعني ممكن تفهم فعلا الحمد لله انك انت اكيد لازم يكون ماجنتيك فيلد بتاع اللوب عمودي عليه. ازاي يعني؟ دلوقتي تخيل ان الكارنت ماشي كده، فاكيد طبعا هتلاقي ان الفيلد بتاعك هيكون يا اما داخل جوه الصفحه يا اما خارج جوه الصفحه، يا اما اوت اوف بيج خارج بره الصفحه كده، يا اما انتو بيج يعني داخل جوه الصفحه. اعرف الكلام ده ازاي؟ استخدم الرايت هاند رول. دلوقتي تخيل كأن عندك ايد يمين بالشكل ده، او ما تتخيلش اصلا عندك ايد يمين، غالبا يعني ان شاء الله عندك ايد يمين كده حلوه. ودلوقتي انت عايز تمشي الكارنت بحيث ان هو يلف ويدور، فاي حاجه بتلف ودور بتستخدم فيها اكيد طبعا ايدك، وتحديدا اربع صوابع اللي في ايدك اليمين مش الشمال طبعا، وحتى لو انت اشول معلش استخدم ايدك اليمين معلش. طيب فساعتها بقى انت عايز ان الكارنت يمشي لك في الاتجاه ده، فساعتها عايز كأن ايدك لما تقبضها، يعني ساعتها كأن لما تضم صوابع ايدك الاربعه يبقى كأن بيلف في الاتجاه ده، فتلاقي ساعتها وضعية ايدك بقت حاجه بالشكل ده. بحيث انك انت لما تقبض ايدك هتلاحظ كأن صباعك المفروض بيكون في الاتجاه ده او بيكون طالع كده، يعني ساعتها تلاحظ ان هو طالع اوت اوف بيج، كأن ساعتها المفروض الفيلد بتاعك طالع اوت اوف بيج، يعني ساعتها كأنه طالع في اتجاه الاي زد، يعني ساعتها تلاقي ان الفيلد بتاع اللوب في اتجاه موجب الاي زد. برضه لازم امضح لايد دول صباعك الاربعه. انت دلوقتي عايز لما تقبضهم كأنك فعلا ماشي مع اتجاه الكرنت، يعني ساعتها كأن واحد بيقبض صوابعه كده، فساعتها تلاقي كأن فعلا ماشي مع اتجاه الكرنت. لكن لو واحد كان حط ايده بالعكس، يعني مثلا حط ايده كده، هلاقي ساعتها ان هو مع القبض كانه بيمشي في اتجاه عاكس، في اتجاه معاكس، يعني ساعتها كان الكارنت بيمشي كده. فخلي بالك ان اتجاه قبض الصابع يكون فعلا مع اتجاه اللف، الكارنت بيلف لك كده، فساعتها تستخدم الوضعيه اللي فيها فعلا لما تقبض صابعك تبقى ايه، تبقى كان فعلا ماشيه في الاتجاه ده، فساعتها تلاقي ان المفروض ايه صباعك كانه طالع اوت اوف بيج، يعني ساعتها كانه موجب اي زد. يبقى ساعتها المفروض ان اتجاه الفيلد بتاعك موجب اي زد بالشكل ده. هنا بقى انت بتجيب معادلة اللوب العامة زي ما قلنا، وبعد كده بتحاول بتحط زد بتساوي صفر زي ما قلنا عشان دي حاجة 2D يعني ما تحفظش، وفي الآخر بتجيب معادلة اللوب كمقدار واتجاه. اللاين بقى مفيش أسهل منه، اللاين أصلا ما فيهوش بقى حتة الرايت هاند رول والكلام ده كله. ليه؟ سيستماتيك زي المسائل الباقية بقى، مش عارف بتجيب له الآر وتجيب له مش عارف الاي آر وبعد كده اي آي وتعمل كروس والكلام ده، هي بس رايت هاند رول هتحتاجها في الأشكال اللفة كده، زي مثلا دايرة، زي مثلا لوب بوليجون زي ما تشوف بعد شوية، ريكتانجل كده يعني. وفي الآخر أنت بقى عندك بس إنك أنت تقول له إن الاتنين دول لما يجمعوا بعض بيساوي صفر، وأنت عندك المجهول هو الأي بتجيبه عادي. دلوقتي ونفترض ساعتها إن أنا عايز أجيب الماجنتيك فيلد بتاع أي بوليجون منتظم، مش شرط ساعتها يكون المضلع ده أو البوليجون ده من أربع أضلاع بس، يعني مش شرط ساعتها يكون سكوير بس، ممكن مثلا يكون بنتاجون يعني خماسي، شكل سداسي اللي هو هيكساجون. عايز اجيب لاي عدد n من السايدز طالما هو مضلع منتظم، وعايز اجيب الفيلد عند الاوريجن بوينت باعتبار ساعتها ان البوليجون بتاعي متسنتر عند الاوريجن. اعمل الكلام ده ازاي؟ احنا هنعمله بطريقه حلوه، ولكن اول حاجه احنا عايزين نجيب الكلام ده لو انا عندي مضلع من اربع اضلاع بس، يعني عندي سكوير او عندي مربع. هنفترض ساعتها ان الفيلد بتاعي ماشي في الاتجاه الكارنت معلش او التيار ماشي في الاتجاه ده من اتجاه الاي، يعني احنا كنا وصلنا الحمد لله ان احنا عملنا فكرة حلوة جدا. ان جالك واحد قالك بص يا عم الحاج بدل ما توجع دماغك كده، الاتش الكلية عند الاوريجن بوينت بتساوي لك أربعة مضروبة في ال h بتاعت كل سايد، بحيث طبعا احنا عارفين ان كل ضلع من دول بيعمل لي فيلد معين، وهنا في سيمتريا زي ما كنا شرحنا، فبالتالي ممكن اقول له الضلع بيساهم لي بفيلد معين، وكل اضلاع
بيسهموا لي بالفيلد الكلي بتاع الشكل كله. فساعتها عندي 4 هيدلاينز، ساعتها 4 في السايد، تمام جدا، والموضوع مفيهوش اي حاجه. جالك بقى واحد وقال لك طب بص يا عم الحاج، انا عايز بقى ان انا افك الموضوع ده شويه، يعني ساعتها هيسوي لي 4 مضروبه فيه. انا عارف طبعا ان انا عشان اجيب الاتش بتاع اي سايد ده بيساوي لي اي مقسومه على 4 باي في المسافه العموديه اللي اسمها دي. الكلام ده كله مضروب فيه ساين ثيتا على 2 ناقص ساين ثيتا 1، ثيتا 2 ثيتا 1، والكلام ده كله في انهي اتجاه؟ الموضوع سهل جدا. مش انا اصلا ممكن اقول ان بالرايت هاند رول الفيل دايما بيكون في اتجاه الاي زد، بدل ما اقول له اي اي كروس اي ار زي ما كنا حلنا في المسائل، اقول له بالرايت هاند رول على طول. اتخيل ساعتها بس بلون تاني عشان ما حدش يتلخبط، ان انا عايز صوابعي تلف في الاتجاه ده. فساعتها وضعية الصوابع تكون حاجة بالشكل ده، 4 صوابع، بحيث أضمن هما لما يضموا مع بعض فعلا يكون اتجاه ضمهم في نفس اتجاه التيار اللي ماشي كده. فساعتها الاقي ان الفيلد بتاعي كانه داخل جوه البيج، يعني ساعتها كانه انتو بيج، يعني ساعتها كان المركبه بتاعتي في اتجاه سالب الاي زد بالشكل ده. ولكن الدايركشن ما يهمناش دلوقتي، احنا يهمنا المقدار اهم حاجه. عايز بقى تثبتها بالمعادلات مع نفسك بقى، انك انت تقول اي اي مضروبه في اي ار وكده، عيش مع نفسك. وطبعا زي ما قلنا انك انت بتجيب الدي او المسافه العموديه ازاي، بتجيب المسقط بالشكل ده على اي ضلع. انا مثلا اشتغل على الضلع ده، فاضل بقى ثيتا 2 وثيتا 1. جالك واحد ده وقال لك مش المربع ده منتظم؟ ايوه، ثيتا 1 وثيتا 2. ثيتا 1 بتكون عند بدايه الكرنت، يعني ساعتها ثيتا 1 هتكون هي دي وضعيتها، وثيتا 2 الزاويه اللي عند نهايه الكرنت، فدي وضعيتها. بقيس دايما طبعا بالشكل ده، اللي هو ساعتها بقيس من عند الار اللي انا سميتها دي، مش مشكله. جالك بقى واحد وقال لك افكس دلوقتي للدايركشنز. لو انا اعتبرت الشكل ده كله او الضلع ده كله ليه زاويه اسمها فاي، يعني من هنا لحد هنا زاويه اسمها فاي، مش فاي دي بتساوي لي مجموع الزوايا بتاع الشكل كله اللي هو عامل لي كانه حاجه بتلف، يعني 360 درجه، يعني 2 باي مقسومه على 4. ايوه، انت عارف دلوقتي انك انت لو عندك اي حاجه بتلف مجموع زوايا بيساوي 360 درجه. وانت اكيد طبعا يعني بالملاحظه كده لو انت كملت الشكل بتاعك هتلاقي ساعتها كان المفروض عملك 4 ارباع، ربع 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 ربع، فكان الثيتا 1 زائد الثيتا 2 عامل لك ربع كامل، ساعتها 2 باي هي 360 درجه على 4، يعني ساعتها كان من هنا لحد هنا 90 درجه. طيب دلوقتي مش اعرف برضو من التماثل ان الثيتا 1 هتساوي لي الثيتا 2 والاتنين هيساوي لي مع بعض فاي على 2، يعني كل واحد 75 درجة. ايوه، يعني هتساوي لي 2 باي مقسومة على 2 في 4، يعني هتساوي لي باي على 4 على طول، اللي هي فاي على 2 يعني. فساعتها ممكن اقول ثيتا 1 بتساوي ثيتا 2 بتساوي لي باي مقسومة على 4 بالشكل ده. طيب نعوض بقى، 4 مبدئيا كده، 4 في اي على 4 باي دي. افتح بقى القوس، ساين ثيتا 2، اسال نفسي كلوك وايز ولا لا كلوك وايز، فساعتها احطها بإشارة موجبة عادي جدا. فساعتها مثلا اقول ساين باي على 4، ثيتا 1 بقى دي كاونتر كلوك وايز مش كلوك وايز، فساعتها اشاره سالبه، تبقى ساين سالب ثيتا 1، يعني سالب سالب ساين ثيتا 1 يعني زائد ساين ثيتا 1، هي ساعتها بتساوي لك ساين باي على 4. والكلام ده كله في اتجاه الاي زد، لكن فاكس اتجاه دلوقتي. اقول لك على حاجه، احنا مش عايزين اتجاه يا عم الحاج، احنا عايزين الاتش توتال كمقدار وخلاص. طيب
جالك واحد قالك طب مش انا ممكن يريح دماغي واقول ساعتها ان هي بتساوي لي 2 مضروبه في ساين باي على 4 على طول؟ ممكن طبعا، ده بالعكس ده مستحب جدا انك انت تريح دماغك من الحاجات الكتيره دي الببيه. يبقى ساعتها دي معادله الفيلد الكلي الخاص بشكل بوليجون بالشكل ده، ولكن ده مكون من 4 اضلع، يعني ساعتها المفروض ان هو مربع. ولنفترض بقى ساعتها انا عايز اعمم الكلام ده كله لعدد n من السايدز. نمسك بقى الحكايه من الاول، ايه التعديلات اللي هتحصل؟ اول تعديل انك انت عندك الاتش كلها تكون بتساوي الاتش بتاعت كل سايد مضروبه في الn مش في 4، يعني مثلا اشتغل على شكل خماسي بضرب السايد في 5 عشان ساعتها 5 سايز يعملوا الشكل كامل. فساعتها هنا احط n واحط مكان بقى الاربعه دي برضو n ومكان الاربعه دي برضو n. ده اول تعديل. تاني تعديل، احنا قلنا الفاي اللي هي ساعتها بتكون ماسكه السايد كله بتساوي لي 360 درجه على 4 لو عندي 4 سايدز. طب لو 5 سايدز يبقى ساعتها بقسم ال 360 درجه اللي هم اللفه الكامله دول على 5. طب لو عندي ان سايد يبقى بقسم ال 360 اللي هي 2 باي على عدد ان، فساعتها مكان الاربعه برضو بحط ان بالشكل ده. يعني ساعتها برضو هاجي هنا واحط له مكان الاربعه هنا برضو ان، يعني ساعتها ممكن اقول له ان هي بتساوي لي طبعا طلع 2 بره، فساعتها 2 على 4 ب 2 تحت، يعني ساعتها ممكن اقول ان في اي مقسومه على 2 باي دي، والكلام ده كله في الاخر مضروب في ساين باي على 2. باي هي 180 درجه، يعني باي على ان. وساعتها دي المعادلة العامة الخاصة بالفيلد بتاع أي شكل بوليجون، طبعا هو منتظم وطبعا عايز الفيلد عند الأوريجن بوينت، غير كده بقى عيش مع نفسك. ده كان أول مطلوب في السؤال الديب ويب بتاع الشيت. تاني بقى مطلوب قال لك اعمل لي حاجة زي تعميم للموضوع ده أكتر، وهات لي الماجنتيك فيلد بتاع الرينج. نرجع بقى للتاريخ، بالتاريخ كده حوالي 2400 سنة لورا، وتحديدا راجل يوناني عالم رياضيات اسمه اقليدس. هلاقي ساعتها ان اقليدس ده كان تخيل لي كده ان هو لو عنده بوليجون او مضلع منتظم واحد من 5 اضلاع بالشكل ده، وجالك بعد كده اقليدس وقال لك انا هخليه ب6 اضلاع احسن، وجالك بعد كده قالك لا يا عم الحاج انا عندي بقى فراغ هخليه بعدد اكبر من الاضلاع. لاحظ بقى ان هو كل ما بيكبر عدد الاضلع او عدد السايدز كل ما كان البوليجون بيقرب اكتر للشكل بتاع الدايره. يعني ساعتها ممكن اقول كل ما الان بتزيد الشكل بتاعي بيقرب لي للشكل بتاع الدايره، كل ما زود الان كل ساعتها ما الشيب بتاعي بيقرب او بيابروتش للشكل بتاع السيركل. طيب ولكن فعلا هو بيبقى سيركل بالظبط امتى؟ لما ان بتتند لانفينيتي. طيب جالك بقى واحد وقال لك انا هكمل على كلام عم اقليدس ده، ولكن بتركيز صغيرة جدا كنا خدناها في حساب المثلثات. دلوقتي لو قلت لك انا عندي ساين زاوية معينة بالراديان، يعني مثلا قلت لك ساين خليها مثلا ساين ثيتا بس بالراديان، ثيتا راد وخلاص، وقلت لك ان الثيتا دي اصغر بكتير جدا من الواحد 0.01 0.01 اصغر بكتير من واحد وخلاص، فساعتها ممكن كرام الابروكسيميشن بقول ان ده الكلام ده كله بيساوي لي تقريبا الثيتا راد ذات نفسها، مع اعتراض طبعا ان انا بعوض بقيمه الراديان. يعني مثلا لو ساين نص درجه يبقى اضرب النص في باي على 360 عشان احولها من درجه او من ديجري لراديان. طيب دلوقتي بقى تخيل ساعتها ان الام بتاعتي بتكبر جدا لحد تقرب للانفينيتي، هلاقي ساعتها ايه بيحصل؟ هلاقي ساعتها ان الباي على ان كل شويه بتصغر عن الواحد بكتير، فساعتها ممكن اقول ان ساين باي على ان في حاله الدايره بتبقى كانها باي على ان على طول. طب ده معناه ايه؟ الباي هتطير الباي والان هتطير الان،
فساعتها ممكن اقول ان المعادله بتاعتي بقت عباره عن حاجه بالشكل ده اي على 2 دي، دي خاصه بالرينج او بالدايره اللي احنا لسه اثبتناها من شويه. يبقى دي طريقه بديله برضو لاثبات الفيلد بتاع الرينج باستخدام معلومه عم اقليدس بتاعت ان اي بوليجون لما زود السايز بتاعته بيقرب للسيركل، وتاني معلومه بتاعت الابروكسيميشن ده بيسموه سمول انجل ابروكسيميشن او تقريب الزوايا الصغيره، عشان بعمله بس او بستخدمه بس لما تقريبا الثيتا بتكون اصغر بكتير جدا من الواحد. لو عملته في اي حاله تانية مش هيكون دقيق، هو تكنيكلي انت اصلا ممكن تعمله لما الثيتا تكون اصغر من 10 درجات، ولكن الابروكسيميشن بتاعك بيبقى ادق كل ما توصل لايه، كل ما توصل لحاجه اقل من الواحد. لكن تكنيكلي ممكن مثلا اقول ان ساين درجه بيساوي لي درجه في باي على 180، ولكن انا بتكلم دلوقتي ان الابروكسيميشن بتاعي يكون ادق ما يكون لو فعلا الثيتا بتاعتي تكون اصغر ما يكون بالواحد، ولكن تكنيكلي من اول 10 درجات وهي نازل ممكن استعمله، لكن ده طبعا تقنيا ومع نسبه ايرور كبيره شويه. طيب عايزين فعلا بقى اتاكد فعلا ان الرينج بتاعي المعادله بتاعته اي على 2 دي، وبعد كده نكمل فكره اخيره في دقيقتين ونخلص. دي معادله الرينج احنا كنا اثبتناها، احنا قلنا تخيل ان زد بتساوي صفر، فتلاقي ساعتها كانك بتقول 2 او ساعتها كانت بتقول سوري اي اي باور 2 مقسومه على 2 اي باور 3، ساعتها كانك بتقول اي مقسومه على 2 اي او 2 دي او رو اللي هو ببساطه الراديوس بتاع الدايره بتاعتك. فعلا ساعتها اتاكدت الحمد لله ان فعلا الابروكسيميشن بتاع السمول سيجنال ابروكسيميشن والنتيجه بتاعت اقليدس فعلا بتميك سنس في حاله الدايره. ده كان سؤال حلو جدا، فكرته حلوه جدا، وكان موجود في الشيت على مرحلتين، المرحله الاولى اشتق معادله عامه، والمرحله الثانيه اعملي ساعتها الحبشكنات اللازمه عشان ساعتها تجيب معادله الدايره. طيب اخر بقى فكره، ان ساعات بيكون الكارنت بتاعي متوزع على اريا او على فوليوم. ازاي يعني يا عم الحاج؟ سهله جدا الفكره دي على فكره، ما فيهاش اي يعني حبش كارنات خالص، وهي اصلا تعتبر ما لهاش اي دعوه علاقه خالص بالكلام اللي احنا بننهي فيه من الصبح ده. لو انت عندك سلندر بالشكل ده، سلندر بقى ممكن في مرحله ما تلاقي ساعتها ان الكارنت بتاعك من كتر ما هو بقى شديد بقى ساعتها بيفلو على مدار السلندر دي فعلا، يعني ساعتها هتلاقي الكارنت بتاعك كأنه كده بيلف لك بالشكل ده. هو ده ينفع؟ اه ينفع. الله، انا متعود ان الكارنت لما بيلف في لاين، هل ممكن يلف في سيرفيس اريا؟ اه بس في بعض الحالات الشاذة، ولكن برضه عايزين نتعامل معاها، وممكن اصلا يفلو في فوليوم على فكرة، ولكن المثال الوحيد بس اللي المعيدين ذكروه في السكاشن وحلوا عليه هو المثال بتاع الاريا. يعني ببساطة انا بجيب القانون بتاع بيو سافار عادي جدا، ولكن بلعب فيه لعبة صغيرة، بدل ما كنت بحط له اي مضروبة في دي ال بحط له الكرنت بتاع السيرفس اللي هيكون رمزه كي مضروب في الدي اس، والفيكتور بتاعي بيكون عباره عن اتجاه الكارنت. اخلي بالي انا ايام اللاين كارنت ما كانش فرق ساعتها هو انهي اتجاه بتاع الدي ال ولا بتاع الاي، عشان اتنين كانوا اتجاه واحد اصلا، يعني كان اصلا الاي ده مقيد فعلا باتجاه الدي ال عشان كان الدي ال دي معصعصه، ولكن في حاله الكي هلاقي ساعتها الدي اس متجهه مختلف عن متجه الكي. انا مستوحى اصلا الدي اس بيكون حاجه عموديه عليه، لكن الكي كانه بيلف، فساعتها خلي بالي ان انا بجيب الفيكتور بتاع الكي مش بتاع الدي اس. لكن في حاله اللاين كنت بجيب بتاع الاي عادي او بتاع الدي عادي، الاثنين اصلا كان ليهم نفس الدايركشن، عشان ساعتها كان اللاين بتاعي خط رفيع وبيمشي في تيار. لكن في حاله السيرفس اريا بخلي بالي ان انا لازم فعلا التزم بالتعريف الاصلي بتاع الدايركشن بتاع الكارت. طيب دلوقتي بقى ببساطه انا بفك له الكي زي ما قلنا بتلف حوالين السلندر، يعني ساعتها كانها في اتجاه اي 5 فثابت اسمه كي اس مضروب في اي 5. الدي اس فكتها بقى ايه، انت عارف طبعا انت بتاخد اي حاجه من سلندر ساعتها فكانك بتقول رو دي 5 مضروبه في دي زد. عرفت منين؟ الطول في العرض، الطول بيلف فرو دي 5 العرض او الضلع الثاني ايا كان، كان ساعتها ماشي مع زد فساعتها بضرب في دي زد، او ايه مكان رو مش مشكله. هات الار عادي جدا برضو، انت عايز مثلا الفيلد عند الاوريجن بوينت، فهتمشي كده اي رو او اي فاي زد ومش عارف 0 فاي 0، عيش مع نفسك في الار عادي جدا، وعوض عادي جدا في قانون بيوسافار من غير اي مشاكل تذكر.
وفي الاخر حل تكاملك عادي جدا وعيش مع نفسك، هاف فان بيبي، عيش بقى لحد الاخر. وخلي بالك انك انت بتتعامل المفروض مع ايه، مع انفينيت سيلندر، فساعتها التكامل بتاعك هيكون تكامل ثنائي، واحداث الزد ساعتها هيكون من سالب با من سالب انفينيتي لموجب انفينيتي. اقول لك على حاجه يا عم الحاج، زيرو وحط هنا اتنين وعيش مع نفسك، وفي الاخر هتطلع بنتيجه معينه اللي هي حاجه بالشكل ده. يعني باختصار ممكن اقول ان عندي حاله شاذه وهي حاله السيرفيس كارد، ساعتها بيكون الفولتج عاليه جدا جدا جدا، فالكارد كانه بقى يمشي على مدار سلندر. فساعتها التعديل الوحيد في قانون بيو سافار، ان انا عارف ان قانون بيو سافار كان ساعتها بيقول لك المفروض اي دي ال كروس ار، مش عارف ده كان بيس على 4 باي ار باور 3. انت بس شيل له اي دي ال دي وحط له مكانها الكي اللي هو السيرفيس كارنت في دي اس، والفيكتور في اتجاه الكي عشان يفرق. احنا قلنا ان الاي ودي ال كانت اتنين بنفس الاتجاه عشان اتنين ماشيين مع بعض حلو على المره، لكن الدي اس حاجه مختلفه تماما. فساعتها انت عارف بقى ان الكرنت هيكون هو اصلا بيلف لك هنا، فساعتها خلي بالك ان الفيكتور بتاعك هيكون الفيكتور بتاع الكرنت بس. وساعتها بقى عيش مع نفسك في التعويضات وهاف فن. وطبعا زي ما قلنا اي دي اس تكامل ثنائي، طب بقى لو اداك فوليوم يبقى تكامل ثلاثي بنفس الستبس بالظبط بتاعه حل التكاملات بتاعه الكهربيه او حتى الفيديو الاول كده. الحمد لله خلصنا الفيديو، طويل فعلا بس عشان ماسك 30% من فرع دكتور عادل عبد المنعم، ويستحسن تحل الجزئيه دي ان شاء الله بايدك كويس جدا وان شاء الله خير. ولو انت مقلق في التكاملات ولا كده، راجع على الفيديو بتاع كولومز لو التكنيكس بتاعته، وافتح الفيديو الاول عشان الاحصائيات الصوتيه والكلام ده.